السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حيا الله الإخوة، مرحبا بكم في لايف جديد مع هذه المرة مع ماجد عطوي. غادي ندخل مباشرة في الموضوع باش ما نطولش. ماجد ما كيفهمش اللهجة المغربية ياك ماجد. مرحبا ماجد، محمد كيف حبيبي، حالك؟ محمد كيفك؟ لاباس عليك؟ بخير الله يمسيك يا رب الله، الخير حبيب قلبي محمد، نهار كبير ماجد انك تكون ويمسي معنا. الشباب يا رب. بارك الله فيك ماجد، نهار كبير انك تكون معنا وفرحة كبيرة، وشكرا لانك قبلت الدعوة. يعني اش غادي نقول لك، عندك الميكروفون ماجد، بعد يعني دقيقتين فقط اعمل شير لللايف، وان شاء الله ندخل اكبر عدد من الاخوة عندنا معنا في اللايف ونبدأ ان شاء الله. كيف الحال في لبنان اوكي ماجد؟ سامعني ماجد؟ سامعني مليح؟ انا لا سامعك، تمام سامعك منيح حبيبي، تمام كله منيح. الشباب الله يخليكم، بارطاجوا اللايف في فيسبوك، في البروفايل ديالكم، في لي باج اللي تعرفوا، شوفوا نتوما بارطاجو باش يكونوا معنا الماكسيموم ديال الناس. تمام، اول شير. ان شاء الله اليوم تكون استفادة كبيرة مع ماجد، يفيدنا إن بمعلومات شاء الله جديدة على إن السامع شاء الله حبيبي. يفيدنا بمعلومات جديدة. ماجد، محمد معك حبيبي، شوف اللايف كله ديالك أخي، تكلم كيف بغيت. الناس اللي ما يعرفوش ماجد هو خبير في التسويق، التسويق بالعملات، بالعمولة، بالعمولة حتى أكون أكثر صار أكثر دقة. الأفيليت ماركتينج هو يشتغل منذ سنوات في المجال، عنده كتاب أول وعنده كتاب ثاني يتحدث عن الموضوع يعني باستفاضة، عنده خبرة كبيرة ما شاء الله. اليوم راح يشارك معكم يعني أكبر كم من المعلومات حتى تكون الفائدة. اللايف طبيعة الحال سيبقى مسجل، حتى اللي ما عنده الإمكانية يشوفه الآن ممكن يرجع في أي وقت يشوف اللايف، يبقى في اليوتيوب إن شاء الله على القناة. ماجد تفضل، معك الميكروفون ومعك اللايف ومعك كل شيء، أنا جالس أستمع للضيوف. حبيبي محمد، أول شيء مساء الخير، وإن شاء الله اليوم نقدر نشارك معلومات مهمة قد ما فينا. كان النهار بتعرف أنت متعب شوي، وصلنا من السفر الساعة هلأ بلبنان بحدود الوحدة بعد نص ليل، so بتمنى أن يكون معكم صاحي وفوكس 100% so I can share إن شاء الله knowledge with you today إن شاء الله actually tonight.
خلينا نبلش بموضوع انه المواضيع اللي حنحكي عنها اليوم. نحكي عنها improve، مثل ما حكي محمد احنا اليوم حنحكي عن two parts. اول part affiliate marketing، مستقبل affiliate marketing، كيف ممكن نشتغل as an affiliate marketer. البارت الثاني حيكون عم نركز فيه نحن على موضوع انه what's next، يعني دائما باي بزنس حيكون في next step. نحن بعد ما نوصل نبلش نحقق بروفيت من الافليت ماركتينج، طبعا هي شوي ادفانس بس نبلش نحقق بروفيت، شو حتكون نحن النكست ستيب عنا، كيف ممكن نطور هيدا البزنس ليتحول لونج تيرم بزنس، لانه معظم الشباب عم يقعوا بمشكله انه عم ياخذوا الافليت ماركتينج از ان بارت تايم. ححاول احكي شوي بالعربي، اي نو معظم الاخوه بالمغرب بيحكوا فرنش، سو ححاول قد ما في خلي الحكي بالعربي حتى يكون واضح للكل. سو حنحاول نقدم اليوم نحكي عن شو حنعمل كنكست ستيب بالتسويق بالعمولة، كيف حنحول نحن عملنا من التسويق بالعمولة من مجرد مسوق لصاحب عمل فعلي موجود exist. كيف ممكن هيدا الشيء يعملنا ك offer owners at the end، يعني كنملك نحن العرض بدل ما نكون نحن عم نشتغل على تسويق هذا العرض. طبعا هاي النقطة كتير مهمة خصوصا مع هذا الوقت اللي الأفليت ماركتينج عم يتغير فيه بشكل مستمر. يعني نحن كل يوم عم نشوف تغيير بالماركت، كل يوم عم نسمع أخبار، خصوصا إنه هلا معظم الشباب يمكن عم تفكر بموضوع بيرفلا كيف سكرت بعد 11 سنة من العمل. طبعا كلها هاي مواضيع نحن حنحكي عنها اليوم، حيكون في معلومات إن شاء الله تكون حلوة ومفيدة وتعطيكم بوش لقدام إنكم تكملوا وإنكم تلاقوا طريقكم بهذا المجال. هيدا إن جنرال الشيء اللي حنحكي عنه نحن اليوم، وبس تصير جاهز محمد نبدأ. أنا ريدي. خلاص ابدأ ماجد. خلاص أنا عملت شير وإن شاء الله الإخوة بيلتحقوا في أي وقت، اللي ما شاف اللايف مباشرة خلاص تمام في التسجيل. أوكي ممتاز ممتاز، لكن خلينا نحن نبدأ بأول بارت حنحكي عنه اليوم عن الأفليت ماركتينج. الشباب الجديدة معنا ما بتعرف شو هو الأفليت ماركتينج، أنت كأفليت، نحن بنعمل الأفليت هو شخص وسيط ما بين المعلن وما بين الكوستمر. يعني اليوم نحن دورنا كأفليت كيف بيبدأ لنقول في شخص عنده منتج، عنده عرض، بده حدا يسوق له لهذا العرض، ومش عم يعرف هو يوصل للأودينس بيس اللي له أو الكلاينتس أو الكوستمرز اللي له. نحن بنجي كأفليت بنجي لعند هذا المعلن عن طريق شبكات التسويق بالعمولة اللي هي الأفليت نتورك، بنسجل عندهم، بنشوف العروض يلي حاطينها الأدفرتايزرز المعلنين، بننقي العرض يلي بناسبنا، وبعدين بناخده بنبلش نشغل عليه حملات إعلانية حتى نقدر نجيب هالأودينس يلي بيتطلبون المعلن. طبعا هالعملية كشرح 2 minutes بسيطة، ولكن هي بداخلها في كتير من الديتيلز، في كتير من التفاصيل اللي نحن لازم نركز عليها تقدر تنجح معنا هالحملات. بالنهاية نحن هدفنا أكيد من أي حملة أنه تشغلها أنه تصير profitable campaign، تقدر تحقق لنا أرباح آخر شيء، ونقدر عن طريقة نوصل لرينج بروفيت ممتاز. طبعا حتى نحكي نحن بداية كيف ممكن يكون التسويق بالعمولة مربح للمبتدئين سواء المتوسطين أو المحترفين. في عنا قوانين نحن لازم نشتغل عليها. Affiliate marketing هو مثل أي بزنس، لازم أول شيء to treat this business أو this type of marketing as a business. لازم نعامله كbusiness exist، نعطيه وقت، نعطيه جهد، ونهتم بهالمواضيع اللي نحن بدنا نبدأ نشتغل عليها. بالنسبة لي دائما بفضل أي شخص حابب يبدأ بالأفليت ماركتينج أنه يركز على عدة نقاط. من هالنقاط أول شيء وأهم شيء أنه يختار المجال اللي بده يشتغل فيه. نحن اليوم المشكلة اللي بتواجه معظم الشباب بالأفليت ماركتينج أنه يوم بيروح بيسوي بيشتغل على أوفرز لجيمز، يوم بيرجع على البين سبميت، بعدين إيميل سبميت، بعدين بيروح على ليد جنريشن، بيضل يتنقل بين الكامبينز وبيضل يقول أنه ما عم لاقي الفرصة اللي أني أقدر أشتغل أو حقق أرباح من هالكامبين.
طبعا السبب مش انه هاي الكامبين ما فيها بروفيت، بالعكس كل كامبين فيها مجال يكون فيها بروفيت، بس ولكن انت عليك تتبع خطوات معينة مع كل كامبين حتى توصل على بروفيت. اول شيء انا بركز عليه انه نحن نختار دومين، اهم شيء نختار، ونحن بنسميه بالافليت ماركتينج فيرتيكال، اهم شيء نحن نختار هيدا الدومين اللي بدنا نشتغل فيه ونحدده مزبوط وندرسه من كل جوانبه. نحن بس نعمل كامبين او بس نحدد كامبين ونقول نحن اليوم بدنا نشتغل ماركتينج لكامبين، معناتها نحن عم نشتغل على احتياج معين للشخص، نحن عم نشتغل على خلينا نقول حاجه لانسان موجود بالعالم سواء باي دوله. فقبل ما نسوق لهيدا العرض بدنا نشوف شو حاجه الانسان من وراء هيدا العرض. طبعا الحاجه هي حتحدد لنا شيء بنسميه نحن انجلز، الانجلز اللي هن ممكن يكونوا الافكار التسويقيه او العناوين العريضه للافليت ماركتينج. لنقول على سبيل المثال ناخذ الفاينانشال اوفرز او اللونز اوفرز يلي هن مثل عروض القروض، عروض الفاينانشال تريدينج، مثل ما شفنا. يعني عم حاول اعطيكم امثله عن شيء موجود هلا، قادر يعني قادر اي شخص معنا يقدر يفهم عن شو نحن عم نحكي. خلينا ناخذ على سبيل المثال عمله البيتكوين خلال السنتين اللي مضوا وحتى للان موجوده، اشتغلوا عليها الماركترز كتير واشتغلوا على موضوع لما فاتت على سوق الأسهم، بلشت العالم كتير تركز على موضوع تداول وغيره كيف ممكن تتداول، وركزوا على حاجة الأشخاص لعمل إضافي. طبعا الشيء اللي دفع معظم الناس لأنها تنجح معهم هاي الكامبينز هي حاجة الأشخاص أو الناس أو الأودينس ليحققوا عمل إضافي أو دخل إضافي. فالناس ركزت كتير على هذه النقطة، إنه كيف بدك تحقق دخل إضافي، كيف ممكن تحقق دخل إضافي، كيف ممكن توصل لدخل إضافي من التداول. فبلشوا يركزوا على هذا الموضوع، وهون نحن قلنا إنه في تركيز على حاجة الشخص من وراء العرض اللي نحن عم نسوق له. كمثال تاني عندك إعلانات المنتجات. طبعا معظم الأخوة بالمغرب اللي بيشتغلوا إي كوميرس they can understand إنه أنا عن شو عم بحكي. إنه اليوم نحن لما نسوق لمنتج سواء على دروب شيبينج او نحن عم نسوق لمنتج على امازون او وات ايفر، نحن عم نسوق لشيء، عم نعمل تارجتينج لاودينس هن بحاجه هذا الشيء اللي نحن عم نسوق له. بغض النظر اي طريقه انت عم تشتغل فيها، المهم بالنقطه الاولى انه بس نحن نحدد نحن لشو بدنا نعمل ماركتينج، ليش هالناس اللي نحن بدنا نشغل لها كامبين حتقبل انه تشترك او تشتري او تتفاعل مع هذا الاعلان اللي نحن عم نعمله. بس نبلش نحن نفهم هالنقطه، حنبلش ننتقل لمرحله ثانيه، مرحله فهم الاودينس. طبعا هي بتتم عن طريق عده نقاط كمان كتير ضروري بمرحله اختيار العرض والتستينج على العرض، انه نحاول نعمل سبليت تيستينج. يعني ممكن نحن نجي اليوم نعمل كامبين لمنتج لاوفر بس ولكن نلاقي هالاعلان ما نجح، لكن ممكن تغيير عنوان واحد فيه لهذا الإعلان يحوله من إعلان عم يحقق ماينس 50 يعني خسارة 50% ليحقق بروفيت 100%. طبعا هيك كلها بتتبع موضوع الكوبي رايت. كوبي رايت اللي هي كيف بدك انت تكتب الانجلز، كيف الطريقة اللي بدك تطرح فيها حاجة الانسان. وطبعا هي فيها ديتيلز كتير مش هنفوت فيها، ولكن انا عم حاول اعطيكم الهيدلاينز يلي ممكن انها تساعد انه نوصل او نربط الاوفرز ببعض. طبعا هي كانت بوينتس اساسية كافليت ماركتينج. حتى ارجع اعدلكم المين بوينتس اللي حكينا عنها، اختيار العرض شيء اساسي، يعني ما تخلي تتشتت ما بين عدة عروض وتقول انه هاي كلها مش عم تمشي. اختار العرض، اختار الدومين اللي انت بدك اياه، الفيرتيكال اللي انت بدك اياها، ادرس الفيرتيكال من كل الميلات، ركز على الاودينس تاعو هالفيرتيكال، وبلش طلع اعلاناتك على حسب احتياجات هالاشخاص. طبعا هالقاعده بتنطبق مثل ما قلت لكم على الافليت ماركتينج كامبينز، بتنطبق على الدروب شيبينج، بتنطبق على امازون برودكتس، بتنطبق على اي شيء بمجال الحياه. كوننا نحن عم نعمل اعلان بالنهايه بغض النظر هيدا الاعلان لشو بده يلحق هول القواعد الثابته. في عنا شيء نحن بنسميه بالماركتينج ديد
أو declined campaigns. Declined campaigns طبعاً بتلحق عدة أمور أو عدة عوامل نحن لازم نعرفها. في حال نحن كنا عم نجرب offers، في عدة عوامل تدعينا إنه نحن نوقف تجربة على هول offers، يعني إنه not to spend money على هيك offers لأنه هول offers مش حتعطي نتيجة. طبعاً منها أول شيء الcompetitors، لما يفوت عنا competitors كبار، يعني اليوم أنا ما في جيب لنقول براند لأديداس وفوت نافس أديداس بالدخول اللي هن فيها، لأنه هن هول معلنين كبار أصحاب براندز، I can't beat them. يعني قد ما أنا صرفت أديداس تصرف أكثر منك على الإعلان وتبيع for example. فما تحاول أنك تفوت بمجال في ناس كبار بالإندستري، دائما حاول تلاقي انت العرض يلي بيناسبك، العرض يلي ما في كتير competition، العرض يلي ممكن يحقق لك نتيجة. طبعا هذا الشيء كله based on the data. نحن بنحدد هالأمور لما مشينا أول campaign. The data is everything. The data هي كل شيء بالنسبة لنا نحن كمسوقين بالعمولة. اليوم لما شغل campaign جيب لنا لنقول for example 100,000 visitor، هول 100,000 visitor في منهم لنقول 20,000 تفاعلوا، وفي منهم حوالي 1,000 أو 500 اشتروا. طبعا هاد ديتا بتخليني أعرف أنا وين وقديش هالكامبين قادرة أن تكون scalable، يعني قادرة أن نحولها لكامبينز أضخم ونوسعها على عدة دول. طبعا بس نعرف كيف بدنا ندرس الديتا حنقدر نعرف كيف ممكن نحقق أكبر عائد من الكامبينز. طبعا في عنا بالنسبة لل points اللي كنت عم بحكيهم والrules، في عنا rule كتير مهمة يلي هي إنه نعطي هيدا البزنس dedicated time. dedicated time اللي قصدي فيه إنه اليوم نحن بس بدنا ننجح بمجال تسويق العمولة بدنا نعطي هذا الشيء وقته، سواء عن أي مجال بدنا نعمله بالحياة لازم يكون له وقت معين. معظم المشاكل اللي عم تصير مع الشباب يلي عم يجوا يجربوا، اوكي عم يعطوا من وقت نص ساعه they start campaign، بس بعدين بيقولوا لي انه هالكامبين فشلت. هالكامبين فشلت لعده امور، اهم امر فيهم كمان انه نحن ما اعطيناها وقت. اي بزنس بدك تعمله بدك تعطيه وقت لحتى ينجح معك، لحتى تقدر توصل فيه خلينا نقول لمجال ناجح بدك تعطيه وقت. اذا ما اعطيناه نحن وقت مش حنقدر ننجح فيه، بغض النظر عن قديش نحن professionals أو قديش نحن beginners، قديش مبتدئين أو محترفين. نحن الاثنين بدنا بحاجة هذا الوقت للبزنس، لأنه نحن عم نحكي عم نقول اليوم بزنس، مش عم تعامل مع affiliate marketing كبارت تايم جوب أو عمل إضافي أنا عم بعمله بحياتي، لأنه اليوم affiliate marketing هي كل شيء بحياتي. فلصارت كل شيء عطيتها وقت اللازم، أخذت جهد، أخذت تعب، أخذت دراسة، أخذت كتير. فإذا أنا اليوم جاية بدي أعمل كامبين وروح على شغلي وأهمل الكامبين وما أهتم فيها مش حتنجح بالنهاية، وهذا طبيعة أي عمل. يعني نحن عم نحاول اليوم نكون more logical خلينا نقول بالأمور النقاط اللي عم نطرحها، وإذا نحن طلعنا بالأمور المنطقية للتسويق حنلاقي انه كل شيء عم نشتغل فيه هو في المنطق اكيد، لانه بالنهايه الناس اللي عم ناثر فيهم هن مثلنا اشخاص، وهول الاشخاص اللي بيلحقوا اسباب، وهالاسباب نحن اللي بدنا نعرف كيف نتحكم فيها لنقدر نحول هول الاشخاص لبايرز او كاستمرز او وات ايفر. في نقطه كمان محمد حابب احكي فيها كتير كتير مهمه، هو انه الشخص يحدد هدفه. اليوم ممكن نحن نفوت على اليوتيوب نشوف شخص قال لك اوكي I'm making 2 مليون دولار، اوكي خير. طيب واحد بيقول لك انا بعمل 3 مليون، شوف اللايف ستايل اللي عندي، شوف حياتي كيف، شوف كذا. طيب مع هذا الشخص المبتدئ اللي حابب يفوت على هذا المجال بلش يحط اكسبكتيشن كتير عاليه، يعني بلش يقول اوكي اذا انا فت على الافليت ماركتينج حعمل 1 مليون، حوصل لمبالغ كتير ضخمه، حغير حياتي، حغير. هل التوقعات العاليه جدا بتتحطم مع اول كامبين فاشله؟ طبعا هي هي المشكله يلي بتخلي معظم الناس تفوت على الافليت ماركتينج، بعد كامبين 2 تفشل تطلع وتترك هذا المجال. طبعا المشكله
هي التوقعات الخطأ يلي حطوها. نحن اليوم حتى نقدر ننجح بدنا نحط توقع على أدنى. أوكي، اليوم أنا معي $500 بدي بلش فيها أفليت ماركتينج. هال $500 أنا ممكن أتوقع أنها تعمل لي $2000، ما بدي أتوقع أنها تعمل لي مليون، لأنه it's impossible، مستحيل. قد ما كان الإنسان مستحيل يجي من هيك نقطة يعمل هيك. طبعا في أشخاص بيكسروا القاعدة، أكيد أنا معك، بس ولكن خلينا نحط دايما توقعات على حجمنا على قدنا. اليوم أنا معي $500، أوكي I can make 2000، عملت 2000، أوكي I can make 4، بعد ال 4 I can make 10، بعدين 100، أوكي هيك بس نمشي step by step بالتوقعات حنقدر نقطع. أما إذا كان توقعنا من البداية هو تغيير جذري بحياتنا، نقلة نوعية ضخمة بحياتنا، فهون نحن حنبلش نحطم أحلامنا شوي شوي بدون ما نكون عم نحس إنه نحن عم نحطمها. فهي شغلة كتير 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 مهمة إنه نركز عليها بمجال الأفلييت. هي ماجد نفس الملاحظة، يعني في جميع المجالات أي واحد بيتكلم لك على أكيد الأربيتريج، على الأربيتريج بيعطيك أرقام خيالية، بس ما بيكلمك على المصاريف. يعني كم صرف هو وصل مثلا 200 ألف دولار في الشهر، كم صرف لو وصل 200 ألف دولار في الشهر؟ نفس الشيء بالنسبة للدروب شيبينج والإي كوميرس. 100% محمد، نفس الكلام 100% محمد. كل مرة لازم الواحد يكون عنده أهداف واقعية، أهم شيء الواقعية في الأهداف، وبعدين نشتغل وتطور، لأنه الإكسبوننشال يعني بنشتغل بطريقة إكسبوننشال. يعني اليوم تصرف مثل ما قلت 500 بتجيب 2000، بعدين تصرف ال 2000 بتجيب 5000 مثلا أو 4000، وبيضل الرقم بيتضاعف. بس تصرف 500 لتجيب مليون بالأهداف كلها بتضرب في الحيط. مزبوط مزبوط 100%. هو دايما دايما المشكلة اللي بتصير محمد انه الواقعية شوي على الانترنت as in lifestyle branding خلينا نسميها، لما يجي الشخص المعروف يلي نحن بنحبه كلنا يبلش يفرجينا اللايف ستايل او يبلش يفرجينا الحياة كيف بعد الافليت ماركتينج، هون نحن بتلاقي اهدافنا بلشت تتضخم بشكل عجيب. ولكن هل حنقدر نوصل؟ اذا نحن مش غلط نحط طموح، بس عم نحكي عن الأهداف. طموح حلو، أنا بطمح أكون ملياردير مش غلط، بس ولكن أهدافي بتبدأ من $1000. فهذا هو الشيء اللي كنت حابب كتير ركز عليه، لأنه معظم التحطم هالأهداف والأمال والأحلام بتبدأ من هالنقطة، من نقطة بناء. فخلينا نبنيها صح تتقدر هي تستمر بشكل صح. في شيء دائما كنت ركز عليه محمد وقوله بمجال الأفليت ماركتينج، وطبعا يمكن اليوم الشيء اللي عم بحكيه محمد مش بس يكون عم يستهدف الأفليت ماركتينج، نحن عم نستهدف الماركتينج ان جنرال بكل مجالاته. تيستينج، طبعا معظم الناس الناجحه عملت تيستينج لحد ما يمكن وصلت للكامبين اللي نجحت فيه. انا اليوم واحد من الاشخاص عملت اول ما بديت بالمجال يمكن تقريبا خسرت $6000 as I remember، يعني بدون ما اعمل ولا اي دولار. كلها كانت كامبينز فاشله، كلها كانت كامبينز ما عم تحقق لي ولا دولار، بالعكس كلها خساره خساره خساره. بس بالنهايه كان في ورا كل خساره في شيء اسمه data collecting. كل كامبين فاشله كنت أعملها كنت أرجع للديتا اللي إلها، شوف وين كانت المشكلة، ليش الناس ما تفاعلوا، شو الناس كان عندهم نيجاتيف كومنتس على الشيء اللي أنا عملته. كنت دايما ركز بالناس كيف عم تكون الرياكشن اللي إلها. So دايما في عندك تيستينج بعدين امبروفمنت، تيستينج بعدين تعمل امبروفمنت. هاي النقطة كتير مهمة كتير كتير مهمة. اليوم أنا جربت لنقول إعلان لتيشيرت، هذا التيشيرت ما نجح، مش معناتها ما عاش حدا بالعالم عم ينجح معه تيشيرت، بس انا عملت شيء غلط. طب تعال نشوف شو هو الغلط، لقينا نقطه غلط. اوكي حسنا على الاعلان، عدلنا فيه ورجعنا عملنا اعلان التيشيرت مره ثانيه، يمكن نعمل سيلز واحد. طب انا ليش عملت سيلز واحد وغيري عم يعمل 1000؟ معناتها انا بعد عندي غلط هون لازم اشتغل عليه. بس اشتغلت عليه، اوكي جبت 50 سيلز. لما كل ما تعمل امبروفمنت على الادز تحصيل حاصل انك ترجع تاخذ ريتيرن. ما في انسان
بيعمل او بيبذل جهد على الشيء الا ما بده يطلع له بالنهايه او يرجع له بالنهايه هذا الشيء. فدائما تيست ذن امبروف، تيست ذن امبروف، هي قاعده كثير اساسيه باي نوع ماركتينج نحن اليوم عم نشتغله. اي شخص بتشوفه ناجح بهذا المجال، افلييت، دروب شيبينج، وات ايفر، هذا الانسان جرب كثير محمد، جرب كثير حتى وصل لفورمولا ناجحه، حتى وصل لاودينس عن جد بدهم الشيء اللي هو عم يعطيه. سو هيدا كان نقطه كثير اساسيه. اذا نحن مشينا على اساسها، مشينا على اساس هول رولز، I'm sure 100% sure انه نحن اخر شيء حنقدر نعمل نتيجه. قد ما كنا مبتدئين، قد ما كنا ما بنعرف المجال، كلنا بدينا هيك. اليوم انا درست انفورميشن تكنولوجي، سيرفر مانجمنت، يعني بعيد كل البعد عن الماركتينج. طيب لما قررت اجي على دومين الماركتينج كان عندي بيز، كان عندي قصص لازم امشي عليها لانجح. هاي القصص ما خاصه انه بالناس الناجحه او بالتركيبه السريه اللي بتخليك سوبر افيليت، هاي القصص هي قصص عمل، قصص بزنس انت عندك اياها قادر من وراها تحقق اي شيء بدك اياه او اي طموح انت اليوم تطمح له. بس نفذها واعطيها حقها، مثل ما بنقول نحن بلبنان، اعطي كل شيء حقه بالنهايه حتنجح فيه. سو هيدا هول نقط كثير كنت حابب ركز عليهم اليوم، عشان هن اساس باي تايب اوف ماركتينج نحن اليوم عم نعمله، سواء كافليتس او دروب شيبر او ايفن برودكت اونر، يلي هو بارت حاجي احكي عنه انا ان شاء الله هلا بالاسم الثاني. حاحكي يعني كيف انتقلت من افليت ماركتر، كيف قررت انا هالسنه اتحول لبرودكت اونر، كيف كانت النقله، كيف كان التغيير، كيف صار. طبعا هاي كلها هلا ان شاء الله بالقدام شوي هلا حنبلش نحكي عنها. اوكي ممتاز. اوكي هيدا بالان جنرال محمد، بالنسبه للبوينتس اللي حبيت احكي فيها. وفي شيء كمان خليني اضيفه، دائما في عنا نحن ريكورد لازم يكون. اليوم عندك الاف الكامبينز، يعني نحن اليوم اذا فتنا نعمل سباين فور اكزامبل، في حنلاقي يمكن بالمينيموم يطلع لنا 50,000 كامبين، يطلع لنا 100,000 كامبين. طبعا هول كامبينز كلهم عبارة عن سواء ناجحة أو فاشلة، عبارة مثل ما قلنا نحن عن داتا، وهالداتا لازم أنت تجمعها based on بناء على تجربك الشخصية. من بداية مجالي بالأفليت ماركتينج لليوم عملت تيست على مئات الكامبينز، يعني إذا أنا بتطلع بالفوليوم أكاونت عندي بلاقي فوق الألفين كامبينز أنا عاملهم. ببعض الأحيان لما كنت أعمل كامبين جديدة كنت أرجع للريكورد اللي عندي، أرجع أشوف أنا شو عامل كامبينز قبل، أطلع عليهم وشوف الناجح منهم، طبعا صنفهم عندي على الكمبيوتر، كون مصنف الكامبينز الناجحة، حاطت عليها كي بوينتس ليش هالكامبين نجحت، وحاول اني انقل نجاح هالكامبين للكامبين اللي بعدها. عرفت كيف؟ يعني انه نحن لما نجي نعمل مثل تراك للسكسس، هون نحن عم نحول، عم ننقل هيدا النجاح للكامبين الجديده. هذا الشيء عم بيساعدنا نحن اصلا انه بالاساس نبدا كامبين ناجحه بدون ما يكون فيها فشل. وهذا الشيء فينا ننقله مش بس من الكامبين اللي عندي، او مش من بس الداتا اللي عندنا، كمان من الداتا اللي متوفره على الانترنت. اليوم صار في عندنا سباينج تولز كثير. ادبلكسيتي هي وان اوف ذا بيست، وموبايديا على فكره نزلوا محمد هلا سباينج تولز للبوش نوتيفيكيشن للنيتف ادز. سو ما في شيء بيمنعنا من انه نلاقي حملات ناجحه، نجمع داتا لحملات ناجحه حتى. ما بعرف اذا فينا نعمل شير سكرين تنشوف، اذا عملت شير سكرين هلا فيه نشوفوا الشباب. محمد عندك بيشوفوا؟ صح ممكن. اوكي بدي بس فوت انا وياهم شوي على موب ايديا تنشوف، فرجيهم بس هيك نظره سريعه شو قصدي بموضوع ال يلا just a minute please. اوكي محمد طلع عندك الصوره؟ طالع. اوكي اوكي خلينا بس نحكي عن موبايديا. موبايديا بتعطينا فري ترايل لايك 7 دايز،
ما في داعي ندفع شيء، يعني الشباب المبتدئين يفوتوا يجربوا بس ويطلعوا بالكامبينز. اليوم انا اخترت المغرب فرضا للنيتف ادز، هون نحن محمد عم نبلش نشوف شو في كامبينز اوريدي عم تمشي بالمغرب فرضا، وهي قبل ما ننقي نحن الدولة اللي بدنا نفوت عليها. في عندك رينج واسع من الاوفرز، بيزد اون ذيس اوفرز محمد نحن قادرين نبلش نعرف الفيرتيكلز يلي حكينا عنهم قبل شوي يلي هن عم يمشوا. ممكن نشوف شيء له علاقه بالنيوترا يلي هي حنجي نحكي عنها فرضا بالنسبه للسكين على سبيل المثال، خلينا ناخذ هيدا الاد. اليوم نحن عنا مثل ما شايفين فينا نشوف كيف الناس عم تشتغل، how they are working طبعا، ونرجع بعدنا نحن بنشوف الكامبينز على النتوركس اللي عم تعطيها. قبل ما كفي بهالنقطة خليني احكي شفتهم عشان كانوا الشباب شوي مركزين على سؤال انه هل الافليت ماركتينج انتهى، انه هل هي نهاية الافليت ماركتينج، ليش في شبكات سكرت بعد 11 سنة من التسويق او من البزنس، هذا الشيء معناته انه خلص ما عادش في افليت ماركتينج؟ طبعا هذا الكلام محمد كله غلط، غلط لسبب معين انه اليرلي، خلينا اذا نحن بنلاحظ الاحصائيات تعول الاونلاين اونلاين سيلز خلال الاعوام عم تطلع بشكل كتير كبير. هلا ثابت انه في عندك افليت ماركتينج افليت نتورك سوري، خلينا البزنس تعوله او طريقه الشغل تعوله ما عادش مطلوبه كتير لعده اسباب. اليوم عندك انت المعلن صار يعمل عنده affiliate program، الشركات صارت تعمل عنده affiliate program، يعني معاش حدا عم بيروح على الـ affiliate network تيتعامل معه تيمشي offers اللي إله. معظم الـ affiliates عم بيروحوا direct. نحن اليوم نطلع كل الـ affiliates بيسألوا أوكي كيف فينا نجيب direct offer، لأنه مع الأيام سمعوا أنه direct offer هو أحسن والـ advertiser بيدفع أكتر وبلا ما نحن الـ network تاخد العمولة اللي قلنا. ف الشيء مش معناه الافليت ماركتينج راح، لا معناتها انه عندك الناس تفتحت اكثر، يعني الادفرتايزر صار يعرف شو يعني افليت ماركتينج وصار يقول له للافليت تعال اشتغل معي دايركت. انا اليوم بكسب الافليت معي ويشتغل على البرودكت اللي الي، وليش بدي اروح عن طريق النتورك وما اعرف انا مع مين عم بشتغل، ما اسمع الا سورسز، عرفت؟ يعني يكون الافليت له نمبر بس مين هو هيدا الافليت اللي عم يشتغل ما حاعرفه، وبس النتورك بدها توقف عني عرض اذا ما دفعت لها منيح مش حقدر ارجع اوصل لهيدا الافليت. عرفت كيف عم تصير الاستاذ محمد؟ يعني طريقه الماركتينج او طريقه الافليت ماركتينج عم تتغير وعم تتطور، بس مش معناها انه وقفت، عم تتطور للافضل، عم تتطور لليوم. اذا نحن بدنا نكون افليت، يعني خذ على سبيل المثال امازون، تتكون انت افليت مع امازون بدك تروح تسجل على امازون افليت بروجرام، ما فيك تسجل انت على افليت نتورك وتروح تشتغل برودكت لامازون مباشره. عرفت كيف؟ ايه. فهلا هيك صارت التايب للماركتينج. لهيك بقول لك لما قلنا نحن بدايه الحديث روح اختار المنتج اللي انت بدك اياه او الفيرتيكال اللي انت بدك اياه الدومين، وبعدها اعمل سيرش حتلاقي معلنين بشكل كتير عجيب، يعني سوري ادفرتايزرز بشكل كتير كبير، حتلاقي ناس بدها اياك تشتغل معها يعني وبتعطيك قد ما بدك اذا جبت لها كواليتي. فالدومين هلا فعليا انا بقول اوسع من قبل، الفرص فيه كمان احلى بكتير من قبل، بس ولكن علينا انه نعمل proper study، نعمل دراسه مضبوطه لنحن وين بدنا نبلش. لانه في خلينا نكفي بها بس إضافة بالنسبة لأنه الكثير من الإخوة اللي داخلين على الأفليت ماركتينج في إشكال إنهم بيدخلوا على مراجع قديمة، يعني المراجع القديمة هذه فيها معلومات قديمة، ويعني معلومات قديمة يعني لسه مرتبطين بالنتوركس، لسه مرتبطين بالمواقع اللي بتجيب الأفليت أوفرز إلى آخره، ناسين إنه اليوم أهم شيء وأفضل شيء هو التواصل المباشر مع صاحب البرودكت. صح. صحيح، لانه هو بيدفع ثمن، لانه هو بيدفع ثمن مرتفع للافيليت نتوركس، وبعدين الافيليت نتوركس بتعطي كمان، هي بتعطي يعني الكوميشن للناس اللي بيبيعوا، فهو بيفضل انه يتعامل مباشره مع الناس اللي تبيع، ما يضطر انه يدفع مبلغ مرتفع للافيليت نتورك.
صحيح صحيح. هو رغم هذا الشيء محمد، نحن اليوم بنحاول انه عم نحاول نقدم محتوى للشباب العربي، بس ولكن بتلاقي الجهد من الناس اللي عم تشتغل قليل. يعني اليوم انت بتطلع انه قديش في عندك نسبة عرب عم يعطوا محتوى عن جد عن جد مهم، انه عن جد منيح بيفيد اليوزر، نسبة كتير قليلة. اليوم انا مثلا على سبيل المثال الكتاب يلي عملته فور فري، قلت لهم شباب فوتوا اقروا بس انه شوفوا في معلومات اخذت شغل 7 اشهر محمد، انه وما بدي مشي مقابلها، انه just read it for free، انه get knowledge فيها يعني فيها تفاصيل كتير كبيرة عن ال traffic source، فيها تفاصيل عن ال عن ال direct advertisers، عن ال team، عن ال كيف how to work. يعني في معلومات كتير فري عم حاول، بس انه شخص لحاله قد ما حاول يوصل قد ما حاول يعطي حتلاقي فيها صعوبة بالنهاية انك توصل، الا اذا كانت مجموعة ضخمة عن جد عم تشتغل انها تقدم محتوى. فكرمال هيك نحن بعدنا مثل ما بيقولوا شوي عنا تقصير بموضوع المحتوى، عشان هيك بتلاقي العالم بعدها مش عارفة شو الابديتد، انه شو الشيء الجديد بهيدا الدومين، شو الشيء الجديد بهيدا المجال حتى نحن نقدر نشتغل عليه. خليني أكفي لك عن موضوع هالبيج اللي نحن فاتحينه. اليوم لنقول فتنا على الترافيك نتورك، سوري على السباينج تول. سباينج تول عم تعطينا كل الداتا، عم تعطينا كل المعلومات يلي بتتعلق بالاوفر، من صفحه الاوفر للكرييتيف للصوره هون مثل ما انك شايف، حتى النتورك يلي مشغل عليها هيدا الاد عم نقدر نحن نعرفها. يعني ما في عنا اي سبب بيمنعنا انه نحن نشتغل على هيك اوفر، على هيك انه على هيدا المحتوى. طبعا كمان بالاضافه لهيدا عم يعطونا احصائيات عنا، اذا نحن هلا بنزيد الديت رينج شوي، بناخذ كل الاحصائيات اللي بتتعلق فيها، شو في كرييتيفز اصلا اشتغلوا على مثل ما انك شايف انت، يعني حتى التايتلز كل تايتل قد ايه جاي بالترافيك مثل ما انك عم تشوف هون تحت. لحظة عودنا لحظة إن شاء الله ونرجع اللايف. يحقق سوري ولو أقل شيء. آسف ماجد، كان في انقطاع في سكايب، كان في انقطاع يمكن ما بس بسيطة. هلأ بعدنا لايف؟ أوكي لايف، لا موجودين لساتنا لايف. اوكي ممتاز. كنا عم نحكي عن نقطة هول اوفرز. اليوم اي شخص معنا، اي شخص على هيدا اللايف بفوت بشوف هول اوفرز، this kind of offer. هول اوفرز هلأ عم يشتغلوا محمد. اي شخص هلأ قادر يفوت على شبكة اد كومبو، يفوت على الاوفرز، عندهم اوفرز بكل دول العالم نيوترا، ينسخ يعني ما حقول لهم يشوفوا هالاعلانات اللي انا هلا حاطط عليهم ماشي، يفوتوا على نيتف ادز كامبين. يعني انا نيتف ادز بالنسبه للدول العربيه، في عندك انجيجيا، في عندك جبنا، في عندك ام جي اي دي، مثل ما احنا شايفين نحن عم نشوف شو حتى النتوركس اللي عم تشتغل بالوطن العربي محمد قادرين نعرفها. صح، فما عادش في شيء مخفي، ما في تركيبه سريه للموضوع. انتم اليوم اي شخص بفوت بنقي اوفر من اد كومبو لدوله هو بده اياها، مثل ما حكينا يدرس الاودينس، يطلع بالانجلز، ليك قديش في عنا نحن افكار اصلا. يعني اذا بتطلع هون انت بتلاقي ألف فكره، خلاص اكتبهم، اكتب الافكار، حط ليست عندك، نقي الاوفر، نقي الدوله، حضر الكرييتيفز وشغل اعلاناتك. ام شور 100% وهي معك محمد 100%. والاشخاص اللي بدها تجرب بدي اياها ترجع تكتب كومنت من بعد ما تعمل تيست قديش كان البروفيت اللي إلها. وانا مأكد اذا هلا شخص بفوت بيشتغل هول تايب اوف اوفرز بشكله المزبوط مثل ما انا عم بحكي، حيجي لعنا محمد بعد كم شهر حيقلنا بلشت اوصل لل 10,000 20,000 دولار بالشهر بروفيت. انا هذا الشيء مأكد منه، اي شخص اليوم قادر يعمله.
منه حكر على أي إنسان، يعني ما زال الأفليت ماركتينج شغال، ما زال فيك تعمل 10,000 و20,000 دولار بالشهر very easy very easy، وأكيد قادر توسعهم لنسب أكبر. معلومة هيدا ماجد، بالنسبة ماجد إيه؟ في إضافة، بعد انتهاء اللايف إن شاء الله راح أرفع مجموعة من لاندينج بيجز من أدبلكسيتي، فيها أعتقد حوالي 200 لاندينج بيج أو أكثر، بعدين نشوف، بحط لكم، راح أحط ممتاز. الرابط في الفيديو مباشرة، في الفيديو اللي غادي يبقى مسجل هذا، فيمكن لكم تستعملوا هذا اللاندينج بيج. هيك ما ضل لحدا حجة محمد. نحن يلا هلا بدنا اليوم الشباب يلي معنا باللايف بدنا اياهم كلهم يروحوا ويبلشوا تيستينج على هول اوفرز. ليش عم اقول لكم على هول اوفرز؟ عشان هول اوفرز هن بيعالجوا مشكلة. اليوم يلي عنده تساقط شعر فرضا او مشكلة بالبشرة، هيدا الانسان بيدور على اي علاج. طبعا اذا اخترتوا الاوفر المظبوط، اخترتوا الاستهداف المظبوط، ركزتوا على النقطه يلي هيدا الشخص عن جد حابب يتخلص منها، حيشتري وحيدفع وحيكون فعلا بحاجه ل فعلا بحاجه لهذا البرودكت. لهيك هي برودكتس ناجحه هلا بهيدا الوقت 100%. وبيرسونالي انا محمد اليوم بشتغل على كتير تايب من هول اوفرز، يعني اليوم انا عم بحكي لكم شو عم بشتغل كيف عم بشتغل و 100% making profit out of this. وفي محمد بعت لك سكرين شوت، انا يمكن بدي اياك كمان، خليني stop the sharing عندي حتى اذا انت حابب. السنه الماضيه كثير ناس قالت الافليت ماركتينج مات مثل ما حكيوا هالسنه، بس ولكن النتائج كانت مختلفه كليا. بعثت لاخونا محمد حبيبي، بعثت له سكرين شوت بس تو بي از ان موتيفيشن للناس انه تفرجيهم انه وي ستيل، انه بعد في ماركت كثير كبيره. حتى لو نحن عملنا منها مليون دولار حيكون في عندنا مجال اكبر بكثير، لانه نحن اليوم عم نحكي عن ماركت بالبليونز اوف دولارز. سو مليون دولار هي ماشي فعليا من حجم السوق او من حجم الماركت اللي موجوده هلا. هاي بالنقطة. محمد if you want to share with them I'm fine with it. إذا بدك ننتقل للبارت الثاني I'm also ready. فيهم معلومات على اليسار، شو بعمل في المعلومات هذه؟ هلا كونا معلومات السنة الماضية is fine، في خلص الشباب بيستاهلوا مش مشكلة. خليني أعمل تغيير بس وبحطها. يلا أنت واصل الكلام وبعدين أنا بحطها. يلا اوكي. قبل ما ننتقل على البارت الثاني من اليوم، بدي احكي عن الكونتنت بالادفيرتايزنج. الاخوه طبعا كل ما فوت على سباينج تول او اي سباينج تول من هون موجودين، دائما بلاقي اعلانات كنا شغالين عليها قبل سنتين عم تتكرر بشكل كتير غريب. يعني في اعلانات حتى انا كاتبها عم لاقيها اليوم عم تنشغل على مستوى واسع. هيدا الشيء سبب رئيسي بفشل اي افليت ماركتر. ليش عم بحكي هيدا الشيء؟ لانه اليوم اليوزر في عندك اشباع بالماركت. خلينا نقول نحن عم نستهدف دول معينه، طب هالدول المعينه في منها عدد معين من اليوزرز اونلاين. لما انا بديت مع هول يوزرز اونلاين من سنتين واجا واحد بعدي واجا واحد تاني وثالث ورابع وخامس، بلشوا هالاشخاص ينفذوا نفس الاستراتيجي اللي انا كنت عم بشتغل عليها من سنتين. طبعا عندك نسبه كبيره، ولو نقول 50 او 60% من هاليوزر صار عندهم اشباع من هذا الاعلان. يعني هذا الاعلان بس يشوفوه بيتجاوزوه تلقائيا. هون انت خسرت 60% من حجم الترافيك بدون ما تكون عم تعرف، وممكن يكون الحجم وصل اكبر. لانه اليوم لما نحكي عن سوبر افليت انا بكون عم بستهدف بارقام كتير ضخمه. لما تيجي انت بدك تنفذ نفس الطريقه تعولتي وتستهدف بارقام صغيره، طبعا عم تكون عم تاخذ نسبه كبيره منهم لهول ناس مشبعين من الاعلان. يعني ما عم بيهمهم الاعلان اللي انت عم تشوفه. الكونتنت شيء كتير اساسي، انك تبدع بكتابه الاعلان الخاص فيك او الصفحه او الستوري او الديسكريبشن تاعو البرودكت، هذا شيء كتير مهم. اليوم انت تتنجح ببيع برودكت على كدروب شيبينج بدك تكون عم تحط ديسكريبشن خاص فيك،
ما بدك تكون عم تنسخ الديسكربشن من مكان تاني. معظم الناس يلي عملت الكامبينز معهم كتير او اللي عمل البرودكت للدروب شيبينج معهم كتير، جابوا البرودكت، صوروا البرودكت هن بايدهم، صوروا له البرودكت، عملوا له اد، كتبوا له ديسكربشن، عملوا له وصف خاصه فيهم وباعوا البرودكت. ليش نبيع معهم البرودكت اسرع؟ لانه هذا البرودكت لحظة اشتغل عندي فيديو ما اعرف من وين فصل اعلاني هذا اشتغل عندي فيديو ما اعرفش من يطلع بسيطة حبيبي بسيطة يلا ريحنا شوي كمل حبيبي محمد كنا عم نحكي بنقطة محمد انه بالنسبة للكونتنت او الاعلان فلما يجي هيدا ينجح باعلانه هذا الشخص هو من الاساس اسس لهيدا الاعلان اسس له بصور اسس له بفيديو اسس له بتكست والافليت ماركتينج نفس الشيء اليوم لما انا بدي اجي بيع منتج للتجميل فرضا للبشره طب وروح اخذ اعلان مش الي طب الناس حتقول كيف انا شفت امبارح هذا الاعلان لمنتج اسمه اي واليوم عم شوفه لمنتج اسمه اكس طبعا هون حيصير في مشكله يعني الناس اول شيء حتفقد ثقتها بالبرودكت اللي انت بيعه حيصير عندها تشويش بالافكار يعني انه حيصير في عده مشاكل حتاثر على نسبه التحويل اللي عندك او نسبه الكونفرجن ريت اللي عندك وحتؤدي الكامبين تاعولتك للفشل لهيك موضوع الكونتنت بعد ما تختار كل شيء لازم تاسس الكونتنت فروم سكراتش ما تعمل كوبي بيست ما تنسخ الكونتنت من محل تاني وتحطه بحملتك الإعلانية لأنه هيدا الشيء هيخلي الحملة الإعلانية تفشل بدون أدنى شك لهيك أسس كل شيء اكتب كل شيء صور حتى إذا ممكن صور الإعلان كل شيء أنت بتعطيه جهد بده يعطيك results هاي معادلة 100% مزبوطة وكل شيء بتفكر أنه يجي من دون جهد أو بتقول يلا ما بعمل copy paste وبدي أعمل مليون دولار it will never happen مستحيل أنها تصير So, هذا آخر بارت محمد بالنسبة لموضوعنا هون Are you ready؟ يلا بنفوت على المعلومات الخاصة بالنتوركس من وين بتجيبوا الأوفرز والكلام يلا بالنسبة للنتوركس أنا قلت لهم للشباب في نتوركس I personally trust انه النتورك اللي انا بوثق فيها وبوثق بالاوفرز اللي هي بتعطيهم او يلي حاليا نحن عم نحكي عن نتوركس مثل دكتور كاش في كل اوفرز السي او دي الموجوده بالعالم يعني في لليوم اكثر من 2800 اوفر محمد من هول 2800 انا متاكد اي واحد معنا باللايف قادر يشغل منهم اثنين او ثلاثه ويعمل منهم بروفيت 5000 ل 10000 دولار بالشهر اذا اشتغل وفق الرولز اللي نحن بلشنا حكي فيهم من اول اللايف وهذا شيء اي جارانتي بيرسونلي يعني على مسؤوليتي. الشبكه الثانيه اللي اكيد بنصح فيها اللي هي اد كومبو في عندها مشكله شوي بالابروفل تاعول الافليت سو ححاول شوف اذا في انا ساعدهم بموضوع الابروفل كمان يحطوا بس يحكوا مع الافليت مانجر جاست في هناك افليت مانجر هي المسؤوله عنهم كلهم للشباب اسمها إلا خلينا نطلع لها اسمها شوي على اللايف خلينا نقول لها انه هن ستودنتس عند ماجد و they will get approved ان شاء الله اخر نتورك انا بنصح فيها اللي هي ادفيتاي اكيد وادليكس هوت تو نتوركس كمان ذي ار بيرفكت عندهم اوفرز سبيشال اوفرز ذي كان ستيل ورك وذ ذم هول اربعه نتوركس انا بيرسونال بشتغل معهم محمد وفي بيناتنا شغل كتير كتير حلو كافليت وكادفرتايزر فبنصحهم للشباب يبلشوا فيهم وحيعملوا معهم ريزلتس كتير 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 حلوه بالنسبة للشباب اللي يسألوا على الماكس باونتي والأفليت نتوركس اللي فيها صعوبة كبيرة في القبول
يعني احسن شيء تجنبوها يعني في البدايه، روحوا اشتغلوا على النتوركس اللي تقبل بسهوله. اليوم محمد في شغله، في شغله اليوم نحن بس نحكي ماكس باونتي مثلا او كليك ديلر او نحكي عن هول النتوركس، هول نتوركس صاروا لايكن لما الاوفرز اللي عم بحكي عنهم للشباب هي اوفرز يلي هلا بتشتغل، هلا فيها مجال وما في عليها ضغط، ما في كومبيتيتورز، ما في اعلانات كثير عم بت عم مثل ما بيقولوا عم توقف قدامهم تيحققوا نتائج. بس لما انا اليوم روح على كليك ديلر فرضا او على ماكس باونتي نقي من عندهم اوفر واشتغل عليه، طب ما عندك 2000 ماركتر 3000 ماركتر عم يشتغلوا على نفس الاوفر يلي هو فعليا البي اوت تاعه له دولار او اثنين، طب ليش انت ما بتروح تشتغل على برايفت اوفر سي او دي البي اوت تاعه له 15 ل 20 دولار سام تايم البي اوت تاعه له 30 دولار و it's easy money، يعني طريقة سهلة جدا لأنك تجيب فيها income. صح. So أي أنت حتختار؟ هلا الناس بيلحقوا السمعة إنه أوكي سمعت هول campaigns عالية وكبيرة خلينا نروح نجرب عندهم، بس ولكن هول campaigns صار عندهم affiliates محدودين. في شغلة تانية بدي أقول لك إياها محمد. اليوم بيحكيني مثلا حدا كليك ديلر بيقول لي نحن عنا offer special إلك، اوكي انا في اشتغل عليه، بس البيجنر يلي رايح مبتدئ ما حيشوف الاوفر اساسا، حيشتغل على اوفرز اوريدي ديد، على اوفرز اوريدي ما عندها مثل ما بيقولوا ما فيها ريتيرن، خلص منتهيه. صح. بس لانه والسبب انه هول النتوركس بفضلوا يعطوا الاوفرز للتوب افيليتس اللي عندهم وما يفوتوا عليها المبتدئين، لهيك انا ما بنصح المبتدئ يروح على هول النتوركس لانه مش حيلاقي فيها نتيجه، على عكس هون نتوركس اللي ذكرتهم يلي عن جد فيهم نتيجة كتير حلوة لأنه type of offers اللي عندهم جديد ويلي عم يبيع بهمه أنه كل العالم تبيع، يعني بالنهاية أنت عم تجيب له leads عم تعمل له sales he is fine، هو ما عنده مشكلة فيها. صح. فعشان هيك أنا ما ذكرت لا ماكس باونتي ولا كليك ديلر ولا غيرهم من الشبكات يلي الشباب بيعرفوها أو بيقولوا لك نحن ممكن نعمل أي شيء لنسجل فيها أو هيدا بيشتري account وهيدا بيعمل وهيدا، يعني هاي كلها صارت من الماضي محمد. ما بقول لك انه هون نتوركس ما في عندهم اوفرز، عندهم بس مش حيعطوها للمبتدئ، حيعطوها للتوب افيليتس اللي اوريدي عم يشتغل معهم من سنين وبس تنتهي حيفتحوها للمبتدئ. عرفت كيف عم بتصير القصه؟ صح. ماجد ممكن تكتب اسم الافيليت في اليوتيوب اكيد comments. بدك انا ببعث لك اياهم محمد بتحطهم عندك بالديسكربشن للنتوركس. احسن شيء، احسن. اوكي إذا بتحب أنا بكتب لك أسماءهم للنتوركس وببعث لك إياهم هلأ على السكايب وأنت you can add them إذا بتحب على اليوتيوب. أوكي أوكي تمام ممتاز. بعت لك first one هات تانية. أنا إن شاء الله بس نفتح محمد النتورك عندي نحن عملنا private network ما بعرف إذا سمعت فيها CPA Greg بس بعدها هي private يعني بس التيم اللي عندي بيشتغلوا عليها. أوكي. بالمبدأ بس إن شاء الله وقت أول ما نفتحها حيكون للمتابعين اللي عندك كمان فرصة أن يشتغلوا معك، كمان نحن مركزين على هيدا التايب هيدا التايب of offers بشكل كتير كبير. حلو. بعت لك النتوركس كلهم فيك انت تحط لهم اياهم للشباب بالديسكريبشن. تمام. يعني وبتمنى الكل ينقبل فيهم. عندك دكتور كاش اسهل وحده. يعني هي immediately بتقبل الافيليت، اد كومبو شوي صعبه وسيم از ادفيل وادليكس. ادليكس. اوكي سو قبل ما نروح على البارت الثاني محمد بدي اياك just to share it with them. في شيء ثاني؟
نو ات ذا مومنت هو هن كلهم هالاربعه تبعت لي يعني هو مرة. اللي انا بنصح فيهم هو اللي انا بشتغل معهم. اوكي تبعت لي مرة أخرى السكرين شوت إذا كان موجود عندك بالجهاز. لحظة خليني أشوف إذا عندي إياها. أنا دخلت لنجيب السكرين شوت فطلع الفيديو هذا اللي كان رابط وأنا فاصل وأنا أعود. بسيطة بسيطة مش مشكلة. لعني. أوكي. إذا بدك خليني أنا أعمل أحسن شيء أحسن. أعمل شير. أحسن. سهل عليهم شوي بس خليني أعمل زوم أثبت. لقيتها عندي ولا بعدها على الديسكتوب. سو شباب يلي حنعمل له شير هلا هي سكرين شوت بعتها لمحمد جاست تو شو هيم انه الافيليت ماركتينج ستيل ستيل وركينج بدون اي مشاكل. هالسكرين شوت كانت من السنه الماضيه. طبعا السنه الماضيه نحن مثل ما شايفين قدامنا لاست يير الاكونت الليلي عاملين نحن almost بالريفينيو مليون ونص دولار. الكوست كان نص مليون دولار والبروفيت تقريبا about 1 مليون دولار. طبعا هالكامبينز كلها كانت التوب ترافيك سورسز فيها بوب ترافيك, كان فيها جوجل ادورد از ويل, وكان فيها شيء هي بعدها محمد الستولن ترافيك. ستولن ترافيك خليني احكي لكم قصتها هيك شويه فاني. ستولن ترافيك محمد هي الترافيك المسروق. الترافيك المسروق يلي نحن كنا عم نحكي فيه طبعا هالكامبينز كلها كانت بحدود ال 24 دولة. التوب كونتريز فيها كانوا اول خمس دول كانوا فيها من الخليج, والنمبر 1 النمبر 1 كانت السعودية بهذا التايب اوف ماركتينج اللي كنا نحن عم نشتغل عليها. محمد الستولن ترافيك حقق لي السنه الماضيه 35,000 دولار. خل 35,000 دولار موضوع حلو كتير وكتير فاني. عاده لما كنت اعمل لاندنج بيجز كان يصير في عندي مشكله. العالم كله كانت تاخذ اللاندنج بيجز من السباينج تولز وتبلش تشتغل عليهم. سألته بعدين يعني كل ما أعمل لاندنج بيج جديدة لقيها بعد كم يوم بلشوا يشتغلوا عليها. كل ما أعمل لاندنج بيج جديدة تفوت العالم تسرق هاللاندنج بيج وتبلش شغل عليها. سألت لازم لقي حل أنا هذا الموضوع. فعم بحكي للبروغرامر اللي عندي قلت له بدي تعمل لي كود هيدا الشخص اللي بده يسرق هاللاندنج بيج أخذ أنا نسبة من الترافيك اللي عنده ولو 10% بشكل إنه هو ما يلاحظ. عرفت كيف؟ فنفذنا والله الفكره يا محمد وبلشنا شوي شوي كل يوم نعمل لاندنج بيجز جداد ونوزع يعني نزلنا بحدود اكثر من 200 لاندنج بيج بجمعه. وبلشت العالم تاخذ هاللاندنج بيجز وتشتغل وبلش يجي الترافيك شوي شوي يجي الترافيك. هلا اشتغلنا عليها حوالي 4 شهور حققوا لنا تقريبا 35,000 دولار. بس بعدين رجعت وقفتهم. هلا كان السبب اني وقفتهم بلشوا ياثروا بكواليتي, كانت الكواليتي اللي قلت شوي ضعيفه فكتير كتير اثروا على الكامبينز اللي عندي. كرمال هيك وقفتهم بس ستيل عملنا منهم 35,000 للشباب اللي كانوا سارقين الكامبين وكانوا سارقين اللاندنج بيج. وهي هلا باللايف عندك عم نعترف فيها محمد. فبتمنى انه زي هلا او اي شخص حابب انه يعمل ذات الطريقه انا حبعت لك محمد الكود تاع الترافيك يلي بتاخد منه نسبه بتحطه باللاندنج بيج. اي واحد بيحاول يسرق لك اللاندنج بيج يول تيك نسبه من الترافيك اللي له. يا سلام. سو ف هلا بالنهايه تعبك هيدا محمد حقك انت تاخذ نسبه. فشباب ما احنا شايفين افيليت ماركتينج هالسنه الماضيه كان هيك وهالسنه كمان بحب اقول انه هالسنه كمان it's gonna be far better. يعني كل سنه عم يتقدم الموضوع عن سنه, كل سنه عم تكون احسن من سنه. فما حدا يقول لكم انه الافيليت ماركتينج وقف او الافيليت ماركتينج انتهى لانه هيدا تايب اوف ماركتينج والماركتينج cannot dead. اوكي الطريقه بتتغير بس ولكن ما بتموت. كل شيء علينا نحن انه بس نتابع شو اللي عم يتغير كيف عم تتغير هالامور وعلى هيدا الاساس نشغل الكامبينز يلي قلنا صح. سو
في شخص بيسأل، خلينا ناخذ في عندك هذا شيء السؤال محمد؟ بسرعة. في هذا السؤال بسرعة، بما أننا تحدثنا عن الأفيليت نتوركس، في أخ بيسأل عن أحسن أفيليت فور موبايل أبس بليز. صراحة أنا موبايل أبليكيشن ما اشتغلت عليها كتير، ولكن التشاينيز نتوركس هن البيست. يعني أنا ما عملت ماركتينج لموبايل أبس، في مرة واحدة عملت فيها لموبايل أب كان وورلد وايد، وكانت كم وان كامبين، يعني وان شوت كامبين بس، ولكن يلي هن عن جد ريلي ريلي سترونج بالابليكيشنز هن ال هن التشاينيز نتورك. في عندهم كتير كتير ابليكيشنز وجيمز وغيرها. هلا اذا بدك اي ثينك اي هاف ات لايك لاست يير، في كتير حكيوا معي، في كتير نتوركس، so I can maybe find it out so list it for you. إن شاء الله. But at the moment بهاللحظة ما في عندي any idea عن النتوركس اللي ماشيين بهيدا الموبايل أبس، بس he can search for Chinese. في سؤال تاني أسأله، هذا سؤال شخصي مني، بالنسبة للنيتيف أدز نتوركس، نتكلم على الكواليتي، على الكواليتي ترافيك، أي واحدة أو أيها تفضل أنك تشتغل معه بالكواليتي ترافيكس؟ أنا جربت تابولا يعني عندهم كواليتي ترافيك بالنسبة للأربيتريج، جربت ام جي اي دي أكبر بولشيت، يعني ام جي اي دي فيه انفاليد كليكس بالأطنان يعني، وبيحسبوا عليك الكليكس. صحيح. ما عندهم سيستم اللي يعملوا فلتر ويشيلوا هذه الكليكس، ما عندهم إمكانية، بس تابولا أفضل شيء. فأنت شو بتنصح؟ أكيد في عندك بالنسبة ل إذا بدنا نحكي نحن عن تير 1، Outbrain تابولا هن نمبر 1 أكيد، يعني بدون منازع. فيك تجرب النيتف أدز تاع جوجل، كتير باورفول صراحة، أنا اشتغلت عليه فترة وكانت نتائجه كتير 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 حلوة محمد. فهو ثلاثة نتوركس أو ثلاثة ترافيك سورسز. هلا ممكن الادفرتايزرز يلاقوا مشكله شوي مع Outbrain، ممكن يلاقوا مشكله مع تابولا انه يفوتوا عليها كرمال هن، بتعرف انت عندهم ريستريكشنز. بالنسبه للي عم نحكي نحن تير 1، اعطوني 100 دولار بوريكم، اعطوني 100 دولار بوريهم كيف بيفوتوا على تابولا في 48 ساعه بس. انت عندك طرقك، انت عندك طرقك. لا بهزر بس. حبيبي خلاص، اذا عندك هلا بعد اللايف انا ببعث لك 100 دولار هيك بتقول لي كيف بدنا نفوت عليها وبنبيع على الطريق. خلاص يلا روح. طيب حبيبي محمد، فبالنسبه لموضوع اذا بدنا نحكي عن الميدل ايست ترافيك يلي هن الشرق الاوسط، طبعا في نتورك بالمبدا هلا مسيطره على الماركت اللي هي نحن عم نحكي اكيد عن انجاجيا. انجاجيا عندهم ترافيك كتير منيح، عندهم ويب سايتس كتير منيحه، اكيد بعده الانفاليد كليكس مش نسبه عاليه بس، ولكن بعده شويه عم يقطع. هي تقريبا النتورك انا بشتغل مع كتير كتير مرتاح فيها للشرق الاوسط. MGIT عم بيحاولوا بالشرق الأوسط يعملوا شيء جديد، يعني عم بيحاولوا ياخدوا sources جديدة. ريف كونتنت بالشرق الأوسط نسبياً ممكن تشتغل بس مش كإنجاجيا. يعني فينا نقول نحن إنجاجيا بتجي number one as a native network. بيرجع بعد في عندك جبنة كمان قوية منيحة. PostSquare اللي هي part من إنجاجيا اللي هي المين أصلاً network لإنجاجيا. بتشتغل مع البيج ادفرتايزرز، كمان عندها سورسز كتير قوية، هول نحن ممكن نعتمد عليهم بالوطن العربي. مثل ما حكينا عن التير 1 ممكن نحن نروح للأول نتوركس حكينا عنهم، الترافيك تعاوريتهم ممتازة، الفلترينج عندهم كمان ممتاز، والكواليتي also at the top. سكرين شوت بس أجد. بنصحهم يجربوا جوجل نيتيف. جوجل نيتيف ادز كثير عم تعمل ريزلتس حلوه ات ذا مومنت. سؤال ثاني ماجد، بالنسبه للتراكينج سيستم، انت سكرين شوت حطيته من الفوليوم، جربت كليك ماجيك؟ لانه الفوليوم غالي على المبتدئين، يعني مش بسيط يعني. جربت كليك ماجيك؟ اول بدايتي محمد ما كنت اشتغل على فوليوم. كنت اشتغل على سي بي في لاب، كنت اشتغل على ثرايف،
هول بلشت عليهم انا كمجال. ليش انتقلت على فوليوم؟ فوليوم عندهم شيء كتير حلو محمد. They are up to date، يعني كل يوم فوليوم بينزلوا ابديت جديد، كل يوم فوليوم بيعطوك مثل خلينا نقول ability جديده لانك تعمل optimizing للترافيك اللي لك، خصوصا اذا كنت عندك advanced مثل ما نقول بلان معهم. يعني نحن كان يوصل توصل عنا البيمنت بالشهر اوقات $1,500 اوقات $1,400 بس لفوليوم بس، ولكن بالمقابل كنا ناخد كتير منهم اوبشنز. حتى اوبشنز منا موجوده عند الافلييت، نحن نجربها اول عالم يعني لهول اوبشنز موجودين على فوليوم. كنت اوقات شاركها معهم على البروفايل شو في شيء جديد عم بيصير، فهذا الشيء كان كتير كتير عم بيساعدني بفوليوم انهم كتير اب تو ديت، عندهم سيرفرز كمان كتير سريعه، الداون تايم عندهم يعني شبه معدوم. فما كنت افضل اني اعمل هوست لنقول سكريبت تراكينج عندي على الويب سايت، كنت افضل اروح كلاود. واذا بدي اروح كلاود بدي اروح مع كومباني they are يعني like focusing 100% على الكواليتي اللي لهم، فكانت الفوليوم هي ان اوبشن. طبعا في ناس بتفضل ثرايف، بتقول لك الفوليوم في كامبينز عم تتهرب وفي كامبينز عم تنهى. هلا هيدا كله بالنهايه ما بيهم، اذا انت عندك مثل ما بنقول برايفت اوفرز ما في حدا غيرك قادر يشتغل عليهم. So this is why I chose volume وبعدني معهم لهلا. اوكي ممتاز. تكمل. اسف لاني قاطعتك بس اسئله فوست. لا حبيبي عادي. بارك الله. اوكي نو بروبلم. ممكن حبيبي محمد كمل في الفكرة. أوكي خلينا نكفي عن موضوعنا الثاني اللي بدنا نحكي عنه اليوم، اللي هو what after the $1 million. اقرأ أسئلة. ولا شيء، صديقي بعت لي سكرين شوت من اللايف وعم بيقول لي انتوا عندكم مثلنا بمصر، بس بدي اشوف شو هو اللي عندنا مثله بمصر. حطيت لي سهم عليه. البارت الثاني محمد بدنا نحكي عنه وات افتر ذا 1 مليون دولار ان شاء الله. طبعا ليش نقول شو في بعد ال 1 مليون؟ لانه الصراحه من بعد ما وصلنا دائما كافيليت ماركتر عندك ليميت. هذا الليميت بيكون مبني على عدة عوامل، مبني على الادفرتايزر قديش حيعطيك كاب، الادفرتايزر قديش حيدفع لك باي اوت على الاعلان تاعولك، امتى هو حيوقفك، امتى هو حيشغلك. الادفرتايزر حيضل متحكم بكل مجالات الشغل اللي لك، واذا اوقات اجى على باله الادفرتايزر ينهي الاوفر انت رجعت للزيرو. اذا عندك اكونت فيسبوك تسكر انت رجعت للزيرو. سو كل المشاكل اللي بتصير معك بترجعك للزيرو. يعني لو كنت انت عم تعمل 20,000 باليوم somehow هول الناس او هول نتورك او هول الاشخاص حيرجعوك للزيرو اي وقت ما هن بدهم. فنحن كان لابد انه نفكر what's next، انه شو بدنا نعمل نحن تنقدر نتجاوز هالمشكلة كوننا قدرنا انه نوصل لأول 1 مليون. طبعا قررنا انه نحن بهالفترة نتحول من تيم عم يشتغل على affiliate offers لتيم عم يشتغل على their own offers. يعني نحن اليوم جمعنا خلال سنين جمعنا خبرة، جمعنا معلومات، جمعنا قدرة تسويقية كتير عالية وعندنا budget كتير عالي. طب نحن ليش ما بنجمع كل هالعوامل اللي سمعنا خلال هالسنين وبننطلق فيها لحتى نأسس بيز كتير قوية إلنا نحن، إعلاناتنا الخاصة، البرودكتس تاعتنا الخاصة، كل شيء بيتعلق فينا نقدر نجمعه بمكان واحد ونشتغل عليه. وفعلا مع بداية هذا الموضوع وقفنا تقريبا 50% من أو أكثر حتى من 50% من الكامبينز اللي نحن عم نشتغل عليها. وفعليا نحن بآخر شهرين هلا وقفنا up to 85% من الأوفرز اللي نحن شغالين، بلشنا بـ our own products، صنعنا بعض البرودكتس الخاصة فينا بأوروبا وجبناها على لبنان بلشنا شغل عليها، صنعنا برودكت تاني بأمريكا وشحناه على لبنان وكمان بلشنا الشغل عليه. نتائج أول شهر كانت الحمد لله جيدة جدا. ما بدي أحكي هلا أرقام، خليها بلكي باللايف الجاي، نحن السنة الجاي محمد بنذكر أرقام هالسنة. كانت نتائج ممتازة والحمد لله. لهيك
عند اي شخص هلا عم يشتغل بهذا الدومين لازم يحط بلان. البلان شيء كتير اساسي. قد ما نحن حاولنا اليوم انه نكون سوبر افيليتس، عم نحقق من الافيليت ماركتينج مبالغ كتير ضخمه، بس ولكن بنهايه الامر ما بدنا نوصل لمحل نرجع فيه للصفر. لهيك اذا نحن كان عندنا بلان، البلان بتتضمن اول شيء بدنا نجمع راس المال، جمعنا راس المال كيف ممكن نضاعف راس المال عن طريق شيء خاص فينا. مجرد ما انت يترك لك هذا التفكير محمد، مجرد ما تكون قادر انك يكون عندك هذا الوعي بموضوع الماركتينج، ام شور حتقدر تحقق نتائج حلوه كثير. To be an offer product أو تكون صاحب منتج أو صاحب offer معين، طبعا هون في عندك كتير challenges. ال challenges حتكون بعدة نقاط. بموضوع حتبلش تتعامل مع live customers، يعني هون أنت انتقلت من مجرد affiliate عم بيجيب تراك يبعتها وما يشوف شو عم بيصير بالباك اند، لا offer owner عم تتعامل directly مع الكاستمر، عم تعاني معه المشاكل، عم تواجه مشاكل مع الشركات الشحن، عم تواجه مشاكل مع الدفع، مع يعني مع كل العوامل اللي ممكن يشوفها اي بزنس مان ببدايه طريقه. بتذكر انت عملت استضافت شاب من المغرب كمان سالته عن موضوع الكاش اون ديليفري، سو اي ثينك حكيتوا مع بعض بموضوع ما بعرف بالضبط شو صار الحديث بيناتكم، بس اي ثينك تطرقتوا له، بس خليني ارجع عيد كم نقطه بهذا الموضوع. اليوم بالنسبة للأشخاص اللي حبت إنها تبدأ المجال بهذا الشيء، نحن كان لنا تجربة حلوة فيه. طبعاً هاي التجربة أكيد ما خليت من المصاعب، ما خليت من المشاكل، ما خليت من خلينا نقول دروس اللي لازم نحن نتعلمها بكل مرحلة من مراحل شغلنا. ابتدت هاي الشغلة محمد مع موضوع اختيار البرودكت. لما أنت اليوم بدك تيجي تختار البرودكت، بدك تختار البرودكت أكيد يكون مستهلك بشكل كتير كبير، خصوصا بالمناطق اللي انت ناوي انك تنطلق فيها او تتعامل معها. اليوم نحن طبعا على عكس بعض الشباب اصحابي بالمغرب يمكن اختاروا بلاد اسيا ليسوقوا لها اكثر من البلاد العربيه، انا اخترت البلاد العربيه. ليش البلاد العربيه محمد؟ لانه مشاكلها اكثر، مشاكلها اكثر ولكن الماركت فيها اقوى. هاي النقطه دائما انا بفضل اني فوت فيها وانطلق لها. اليوم لما انا اجيب برودكت لنقول سوقه بتايلاند، ما حيكون عندي فيه نفس المشاكل لما انا سوق برودكت بالسعوديه، بس انا قادر اعمل نسبه سيلز بالسعوديه اعلى بكتير من نسب السيلز بتايلاند. عرفت كيف الفكره؟ فالناس بمعظم الاحيان بتروح على الشيء الاسهل، لانه هذا الشيء الاصعب هي ما بدها تفوت فيه، لانه في كتير عقبات. مثلا نحن لما نحن نحكي اليوم عن ماركت الخليج، ماركت الخليج في كتير صعوبات بالنسبة للوزارات، بالنسبة للمؤسسات، بالنسبة للدولة. هن ما حبوا يفوتوا خلينا نقول مشاكل كلها، فضلوا يروحوا على دولة more open like to this kind of marketing. لما جينا نحن اخترنا دولة فيها صعوبات وقدرنا نتجاوز هاي الصعوبات، نحن حنقدر نفوت على فيرجن ماركت، ماركت بعدها مش ملموسة، ماركت بعدها قادرة انها تستوعب شو ما انت جبت عليها. فالاشخاص يلي عن جد عم بياخدوا هيدا الموضوع الافليت ماركتينج كبزنس، لازم دايما يحطوا قدامه النكست ستيب. نكست ستيب ممكن تكون بعد 50,000 دولار محمد، ممكن تكون بعد 100,000 دولار، ممكن تكون بعد مليون دولار. مش بالضرورة نحن بعد مليون إنه لنوصل لمليون لنفوت ونبلش ونشتغل على هذا الموضوع. نحن ممكن نأسس له من هلأ، نجمع له رأس المال ونفوت فيه. أي شخص فينا قادر يكون product owner، أي شخص فينا. والسوق كبير، السوق كبير. اليوم عندك معظم الناس اللي عم تشتغل بتقول لك أوكي أنا بحكي شوي بس ما بشارك أسرار، ما بشارك معلومات عن شغلي أو ما بعطي تفاصيل. ليش؟ ما أنا اليوم إذا ما حكيت تفاصيل وخليت الشباب مثلا تفوت وتستفيد وتاخد تاخد هالباور أو هالاندفاع هيدا للشغل، طب ما حيجي كومبيتيتورز وحيفوت عالم يعني إنه ما بالنهاية في سوق وفي ماركت وفي ناس، أنت مش لحالك. أنا هلا اليوم بقول للشباب، أي شاب عنده طموح ما في مشكلة، الناس عم تشتري والناس حتشتري أكتر السنة الجاية وحتشتري أكتر وأكتر السنة اللي بعدها. أي برودكت ببالك، حتى لو أنت بدك تخترع برودكت،
فيك تروح من اليوم تبلش تشتغل على هاي الايديا وتفوت على الماركت اللي انت بدك اياها. الصعوبات اللي اليوم نحن عم نواجهها محمد قادرة ان تتخفف قدامنا في حال نحن عرفنا كيف بدنا نتعامل معها. لهيك خليني ارجع بس نركز على نقط شو لازم نحن نعمل. اول شغلة اليوم الشباب في عندهم سوق الصين مفتوح بشكل كتير ضخم، بس ليش انا ما بتعامل مع سوق الصين حاليا؟ بفضل ان اشتغل على كواليتي برودكت لانه عم اسس لبراند. طبعا هون في فرق، هل انت بدك تبيع فور وان تايم او بدك تبيع فور لونج تيرم؟ لما انا بدي اجي اعمل برودكت بيعه فور وان تايم انه اجيب منه كوانتيتي لنقول 10,000 وبيعه وخلص، اوكي مابي في روح على سوق الصين صنع اللي بدي اياه او جيب اللي بدي اياه وخلص بيعه وان تايم، بس انا عارف انه هذا الشيء ما عادش الناس تطلبه بعدين في حال نحن عم نحكي بمجال نيوترا. اكيد في حال بدنا نشتغل على براند وعلى لونج تيرم اكيد بدنا نكون عم نتوجه للسوق الاوروبي ونصنع برودكت جودتها عالية لحتى نقدر من بعدها نعمل براند ونتوسع فيها. ها هي النقطة اللي كمان بدي أوضحها. هذا الشيء ما حيمنع أنه نتوجه لسوق الصين في حال كان رأس مالنا بسيط، ما معنى رأس مال ضخم نقدر نفوت فيه على السوق الأوروبي ونجيب كميات. السوق الصيني مفتوح ومعظم أصحابي بالمغرب عم يشتغلوا كمان بنفس الأسلوب أو بمصر عندهم نفس الطريقة نفس الأسلوب بالماركتينج China special products من China و they sell it locally ببلادهم. وهذا الشيء هلأ عم ينباع وحيضل ينباع محمد، وحتضل قادر أنت تعمل profit من this kind of marketing. وفي شغلة كنت حابب كمان هيك قبل ما نتوجه للأسئلة بدي أحكي الشباب عنها، يلي هي كيف بدنا نعمل how to make successful offer، وخصوصا بموضوع البرودكتس. اليوم معظم الناس اللي عم تشتغل بمجال السيلز برودكتس دروب شيبينج او نيوتر عم تشتغل على one page offer. يعني عم نجيب نحن اليوم one product، عم نعمل website ل one product، وعم نركز كل حملاتنا الدعائية على one product. طبعا هي very 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 powerful محمد اليوم إذا نحن بنستخدمها بشكل صحيح هي اللي عم تجيب sales. اليوم أنا عندي أصحاب كتير بأوروبا، لما نقعد نجتمع مثلا بأي دولة ونحكي، كنت بهولندا قعدنا مع مجموعة شباب وعم نحكي عن طرق التسويق وكيف ممكن نحن نحقق نسب مبيعات عالية. فكان في شخص شارك تجربة معنا كتير حلوة عن برودكت، قال انه انا بدل ما اروح اعمل ستور اونلاين ستور وحط فيه كذا نيتش وكذا برودكت وشوف اي اللي بده يمشي معه كذا، قال انا اخترت برودكت واحد اللي كان هو باج للترافل معمولة باسلوب جديد مختلف. فقال انا شو عملت لهالباج، جابه حط بقلبه بس بروتكتور لهيك، وهو صور الفيديو قوص عليها للشنطة وانتشر الفيديو صار فيرل. عمل منه لايك اذا مش غلطان شي 1.5 مليون دولار ان سيل، وهي شنطة هو ما عمل فيها شي، مجرد جابها حط الايديا تعولته حط لها ويب سايت كامل. كانت العالم عم تشوف فكرة انه هي شنطة تقوس علي وما انصاب حدا ما صار له شيء، وفعليا كانت الطلقات فيك. يعني هذا هو اللي قالوا كانوا الطلقات فيك، بس it's an idea. يعني هي كان الزلمة creative بالطريقة اللي هو فكر فيها والطريقة اللي تعامل فيها مع هذا البرودكت. طب اليوم اذا اي شخص فينا راح جاب برودكت وقدر ينجح بهذا البرودكت ويحط له الايديا الخاصة فيه حيقدر يعمل ذات الشيء. ليش؟ لأنه العالم بعدها عم تشتري. اليوم ماركت 2 بليون، بكرة 3 بليون بليون دولارز، بكرة بعدين حتصير 4 5 6، إنه هاي السيلز عم تطلع، السيلز أونلاين مش عم ينزل. سو نحن هون بهاي النقطة لازم نستفيد منه قد ما فينا، و anything you can sell it online بس بدك تطبق عليه الايدياز الخاصة فيك وطريقة الإعلان الخاصة فيك. وهي حتى يصير عندك إياها بدك you need to test all the time, keep testing, improve، وحتوصل للادز يلي حتحقق لك ال 1 مليون دولار ان شاء الله. ان شاء الله. بالنسبه للاخوه اللي يسالوا عن
هل نتكلم عن الإي كوميرس ولا الأفيليت ماركتينج؟ والله يعني غريب أنه الإخوة ما زال مستوعبوش بأنه الأفيليت ماركتينج يعني هي مجرد وساطة. يعني في الحقيقة الأفيليت ماركتينج موجودة في جميع نواحي الحياة اللي نعيشها واقعيا. خلينا من الإنترنت، خلينا من الشيء اللي نشوفه في الإنترنت، خلينا نشوف فقط لما نذهب عند دكان مثلا، عند دكان بقالة، لما نشتري زيت أو نشتري دقيق أو نشتري ياغورت أو حليب، هذه كلها أفيليت ماركتينج في الحقيقة. لأنه البروديوسر ما يبيعش البرودكت دياله مباشرة، يعني لازم يمر عن على مثلا محلات تجارية كبيرة، مثلا الغون سيغفاس كما نقول إحنا، أو محلات بقالة إلى آخر. هذه كلهم يشتغلوا أفيليت يا ولا لا يا ماجد؟ كلهم يشتغلوا أفيليت لأنه الواقع هو هذا. على مش يعني هي الموضوع خلينا نقول نحن في عنا ماركتينج، هذا المذر خلينا نقول الام هي اللي هي التسويق. سواء انت كنت اي كوميرس افيليت ان جنرال، بس نحن نحكي اي كوميرس. طب اي كوميرس نحن بنحكي، اذا كنا عم نحكي دروب شيبينج معناتها انت افيليت فعليا، انت منك برودكت اونر، ما وصلت لتصير e-commerce store أو كيان خاص، أنت you still affiliate. أنت بعدك عم تاخد من هيدا عم تبيع لهيدا، it's same يعني ما حتفرق معك كتير التركيبة الموضوع. هلا بس تصير product owner هون، أنت انتقلت على level جديدة، بس you still in the marketing phase، يعني أنت بعدك عم تشتغل marketing، أنت ما تحولت لأي شيء تاني. مادام أنت عم تشتغل على حملاتك، عندك campaigns ماشي، اعلانات على الفيسبوك، على جوجل، على نيتف، على بوش ترافيك، انت ماركتر. سواء شو ما كنت عم تعمل you still within the domain، كله مربوط ببعضه، كله له الاسس هي ذاتها. بهالطريقه انت بتجمع الماركتينج. فنحن بس بدنا نحكي عن الافليت ماركتينج، ما فينا ما نحكي عن الاي كوميرس، ما فينا ما نحكي عن الادفرتايزر، ببلشر، ترافيك نتورك، they all same. بالنهاية نحن عم نعمل ماركتينج at the end. بتختلف التايب اوف اوفرز، اللي هون نحن عم نشتغل لنقول على سكين برودكت، هون نحن عم نشتغل على بين سبمنت، هون نحن بس بالنهاية نحن عم نبيع. يعني عم نوصل لمحل عم نبيع شيء، منتج عم ينبيع. So in general نحن all affiliate marketing لحد ما نتحول ل product owners. وقتها بنصير شوية تتعدل التسمية مثل ما بنقول، بس we still marketers at the end. يعني إنه سبق لنا تكلمنا على البراندينج، تكلمنا على البراندينج، هو الكلام اللي يتكلم عليها الأخ ماجد الآن هو البراندينج، يعني أنك تصنع برودكت خاص بك. ولو أنه صحيح تحدث عن صناعة، يعني بمعنى صناعة، لكن في برودكت عند في اسم الشركة، في اسم البراند اللي أنت راح تشتغل عليه. فنتكلم عن البراندينج ونمر من الأفيليات، بما انه في الافيليت راح تكون وسيط وتطور يعني طريقه اشتغال، بحيث انه لانه الافيليت في النهايه هو ماذا يعني؟ هو تسويق. اكيد الافيليت هو ماركتينج على الان، مثل ما قلنا تسويق لا شيء معين. البراندينج نحن هلا مثل ما قلت لك، نحن فعليا عم نركز على البراندينج هلا. يعني كيف عم نركز على البراندينج محمد؟ مثل ما حكيتك اياها، اليوم نحن لو بدنا نبيع منتج في واحد فرضا، ونبيعه مثل ما بيقولوا وان شوت، خلص ضربه واحده بنفوت فيها على السوق، بنبيع كل شيء ستوك عنا وبنطلع، بنجيب برودكت ثاني بنفوت فيه على السوق بنبيع كل شيء وبنطلع. اوكي هيك it's different. يعني نحن هون ما عم نبني we are not branding for our own company. هون نحن بس we just sellers، عم نبيع الشيء اللي نحن عم نجيبه وعم يخلص الستوك وعم ننتقل للي بعده. البراندينج نحن اليوم بس بدنا نركز على البراندينج. في عندك كتير private label companies، private label companies اللي هي بتعمل لك your own product، انت بس عليك تختار البرودكت، هذا البرودكت بينعمل تحت اسم شركتك بمواصفات معينة خاصة بالشركة عندك، وبتبيعه بالسوق على أساس برودكت جديد خاص فيك. هذا الشيء بيساعدك على اللونج تيرم بزنس. يعني هون أنت عم تبني لبراند، هذا البراند حيسحب معك سنة سنتين ثلاثة ويمكن عشرة، حيتطور من برودكت واحد لعشرين ثلاثين برودكت تحت اسم هالشركة. حتصير هالشركة عندك تريد مارك مسجلة بنظامية، كل شيء له حقوق. ممكن لبعدين انت اذا اخترعت شيء معين او لنقول صنعت شيء معين كمان تاخد فيه تريدينج مارك، انه خلص تصير ماركة مسجلة. فهذا الشيء المقصود عنا نحن بالبراندينج، بس بدنا نبلش نشتغل على
our own products, private labeling. بدنا نشتغل على long term business in this in this market. وأكيد هي بدها قعدة تانية، بدها تفصيل كتير، فيها تفاصيل كتير مختلفة عن مجرد أنه نجيب product and sell it for one time. شوف، في تعليق أثرني في الحقيقة، لأنه هالشي اللي تكلمت عليه كله يتجه في اتجاه أنه يعني من الأفليت للبراندينج للأون براند. وفي تعليق قبل الأخير يعني عجيب، شوف كتب، هذا مغربي: احنا بغينا الأفليت باش نتهنوا من شيبينج والريتورن. شوف احنا، خلينا نشوفه الكومنت على اليوتيوب محمد. على اليوتيوب باللهجة المغربية: احنا بغينا الأفليت باش نتهنوا من شيبينج والريتورن. قال لك احنا بغينا الافيليت، احنا حبينا نريد الافيليت حتى نرتاح من الشيبينج والريتورن. شفت العكس، يعني عكس 100%، يعني 180 درجه تفكيرك انت وتفكيره هو 180 درجه. هو يريد ان يذهب الى الافيليت وانت تهرب من الافيليت للايكوم. فسبحان الله يعني. هلا شوف، هو بده الافليت. انا اعطيته بالبدايه، حكيت كثير عن موضوع الافليت. يعني اليوم هو حابب ينتقل من موضوع انه يكون برودكت مثلا ما بده يبيع وعنده مشاكل كثير بالريتيرن. طب اليوم انا لما نحكي انه في مشاكل عنده بالريتيرن، مش عم يقدر يعمل سيلز، يعني هو عم يتراجع لورا اذا بده يرجع از ان افليت. بس الاوبشن اكيد متاحه له. اليوم نحن عندك، برجع بقول له، في عندك نتوركس كثير انت قادر تعمل فيها سيلز، قادر تعمل فيها انكم، قادر ترتاح وترتاح من كل هالمشكله. بس انا لما اجي اليوم اشتغل مع نتورك محمد، كون فيها افليت، يعني نحن حكينا لبعدين عن النكست ستيب. ليش حكينا عن النكست ستيب؟ اليوم انا افليت مع هالشركه، اوكي، عم بعمل معها $100,000 بالشهر. اذا انا شخصيا اكتفيت بهذا الطموح، فخلص خليني افليت صح، بلا ما صير برودكت اونر. لما صير برودكت اونر، حكينا نحن لما بلشنا نحكي عن البرودكت اونر، قلنا في تشالنجينج، هول المشاكل اللي بدها تطلع قدامك بدك تحاربها، ما بدك تستسلم وترجع للافليت. يعني ما فيك ترجع تهرب لورا، عرفت علي كيف؟ لما نحن نرجع لورا معناتها نحن في عنا مشكله معينه عم تصير. طب لما كنت انا افليت عم سوق لهيدا العروض وبعدني افليت محمد، يعني بعدني عم اشتغل مع نتوركس، قلت لك نحن ما وقفنا كل الكامبينز وان تايم، يعني بعد في عنا كامبينز ماشيه، بعدنا عم نشتغل از ان افليت، بعد عنا بعد في كتير ترافيك عم يجي عند النتوركس يلي ذكرناها. وهيدا الشيء بالنسبه لنا اريح من انه نكون اصحاب برودكتس. تكون صريح معك، طب ليش نحن قررنا انه نطلع من هاي الراحه ونحط حالنا تحت ضغط؟ لانه انا اليوم عارف انه اذا كنت افليت وحققت 50,000 واكتفيت فيها، معناتها هذا هو سقف طموحي. بس انا مش هيدا هو السقف الطموحي اللي عندي. انا الطموح عندي يكون انا الاونر. لما انا انتقلت لموضوع ان يكون الاونر، اوكي، طلعت لي تحديات جديده. هالتحديات كانت كانت الشيبينج، قلت لك، كانت معاملات الدوله، كانت الريتيرن، كانت الاشخاص طبيعتهم، الكوستومرز متعبين. انه تتعامل مع الكوستومر مباشره امر متعب، منه امر سهل. بدك يصير عندك كول سنتر، بدك يكون عندك متابعه، يعني حيكبر التيم عندك، حتكبر المسؤوليات. بس بالمقابل انا هدفي هول $100,000 يلي عملتهم بالشهر مع افليت نتورك، بدي اعملهم باليوم. يعني انا بطلت مكتفي بموضوع اني خلص اوصل لنقطه انه اخذ هالقد بالشهر واقعد بالبيت. اي انسان بيوقف طموحه عند هالليفل، خلص هي كان ستيل ان افليت. بس انا مش هيدا طموحي. انا اليوم بدي اعمل سيلز، بدي ابدا بالسيلز تاعولي مثلا $1,000 باليوم، بدي انهي $100,000. وليش مش 1 مليون حتى لبعدين بس يصير عندي البراند الواسع؟ واذا عم واجه مشاكل ريتيرن، لازم اعرف كيف بدي حلها. نحن بلشنا مع نسبه ريتيرن عاليه، بس بنفس الوقت بلشنا ندرس ليش عندنا نسبه هالريتيرن. عرفت؟ مثل ما قلت لك، موضوع البرودكت اونرز بدنا نحكي فيه بديتيلز ان شاء الله، هيك بس يكون معنا وقت اطول. واجهتنا مشاكل، حلينا هالمشاكل، صارت نسبه الريتيرن عندنا كتير 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 خفيفة محمد. وحتى اذا صار في ريتيرن، هذا الريتيرن عم يرجع على اماكن قابله انها ترجع تنبعت منها بليس كوست، اولموست $1 كوست. يعني هذا از ناثينج.
تمام يعني نسبيا نحن صارت نسبة الريتيرن عندنا ما بتتجاوز 1%، وهذا الشيء مش عم بيصير ولا مع أي product owner and I'm sure of what I'm saying، لأنه أنا بعرف الناس كيف عم تواجه مشاكل بهذا الموضوع. فالشيء اللي نحن عم نقدر نحققه اليوم عم بيكون كتير صعب على غيرنا، مش لأنه نحن أفضل، يمكن في كتير عالم أحسن مني، بس أنا اليوم مشكلتي بحاول حلها، بحاول لاقي لها حلول، ما بتركها محمد، ما بترك المشكلة لأنه أقول خلص ما استسلمت بالنسبة لها، ضلني اشتغل عليها لألاقي حل، بس لاقي حل خلص I'm here، خلص done، خلينا ننتقل للمشكلة اللي بعدها، خلينا نشوف كيف بدنا نحلها. تمام. بس تشتغل بهذا الأسلوب بهالطريقة حتقدر توصل للشيء اللي بدك إياه، ومثل ما بقول يعني، وتكون آخر شيء كتير مرتاح، بس أهم شيء ما تستسلم من أول مشكلة بتطلع، صح. عرفت؟ هي البارت بالنسبة اللي حابب ركز كنت عليها بالنسبة لسؤال الأخ والمغرب، وبتمنى أنه تكون هيك نقطة كتير واضحة بالنسبة لموضوع الأفليت ماركتينج والبرودكت أونر، لأنه هن بارت ما بيتجزأ من بعض، فيك تكون هيك فيك تكون هيك، بدك تكون أفليت يوك ستيل عندك مجال كتير ضخم، وأنا حكيت عن هذا المجال، قلت لهم كيف بدهم يبدوا فيه، كيف الطريقة اللي تبدأ فيه، مع أي نتوركس فيك تشتغل، ومع أي نتوركس قادر تحقق بروفيت من اليوم إذا بدك تبلش فيها. تمام. شكرا ماجد. ناخذ الأسئلة. يلا يلا بناخذ شوف الأسئلة أنت الأسئلة، أنا كنت طلبت منك أنك تشوفها، فاخترت هلا. الأسئلة صراحة اللي بدك أنا وتقعد عندي. هيهم الأسئلة قدامي، خذ اختار. وعادة ما بحب إني جاوب على أسئلة الأشخاص يعني قد ما بقدر، فخليني بلش بالليستة تاعول إعلان. أول بوست أنت حطيتها، أوكي. هجاوب قد ما بقدر وإن شاء الله نقدر نكفيهم للآخر. إن شاء الله. بالنسبة لأول سؤال، بالنسبة هل بيكفي كتاب CPA في الجزء الأول للبداية؟ بيكفي أكيد، في كمية معلومات كتير كبيرة قادرة تعمل البيز، يعني نحن أول كتاب نزلته كان في تقريبا كمية معلومات هائلة عن موضوع الأفليت ماركتينج، كان في معلومات عن الأفليت نتورك، ترافيك سورسز، كيف بتختار العروض، كيف بتقسمها، يعني في معلومات كتير رائعة حتفيد بمجال السي بي اي، واكيد النسخه الثانيه كمان فيها ذات معلومات شوي مطوره اكثر عن موضوع التيم، عن موضوع الشغل، كيف ممكن نعمل سكيلينج، everything included، وحيكون في ان شاء الله معلومات كافيه لنأسس البيز. بيبقى علينا بس انه نحن نشتغل على our own creatives، our own ads، نكتب، نعمل تيست، نعمل اعلاناتنا الخاصه ونشوف النتائج بناء عليها. سؤال تاني كمان بعتقد جاوبنا عليه محمد، انه هل المجال السي بي اي بعده ماشي؟ طبعا جاوبنا عليه واثبتناه انه بعده ماشي. ليش اغلب الافلييت تتحول من السي بي اي لدروب شيبينج؟ طبعا ما فينا نقول انه الافلييت تتحول من السي بي اي لدروب شيبينج. اليوم في عندك عالم ممكن تركز على موضوع السي بي اي وتضلها ماشية على هيدا النمط من الماركتينج، في ناس لقت حالها انه قادره تعمل انجاز افضل بموضوع دروب شيبينج، وكان عندها لايك خلينا نقول مخيله اوسع لموضوع التسويق عن طريق الدروب شيبينج، سو انتقلوا على دروب شيبينج جربوا. تو تايبس اوف ماركتينج ماشيين اثنيناتهم تمام، ولكن كل ما ينزل تايب جديد من الماركتينج بتلاقي معظم الماركترز بينتقلوا عليه بيجربوه، وفي منهم بارت بيرجع للتايب القديم للماركتينج، بيرجع يشتغل على عروض السي بي اي بيكفي عليها، وفي ناس بتنجح بموضوع التايب الجديد للماركتينج وبتستمر فيه. سو ما في عنا بالماركتينج، برجع بقول في عنا اشياء بتنتهي بس، ولكن بيولد غيرها اشياء جديده، يعني في عنا طرق بالماركتينج ممكن تنتهي بس الماركتينج فعليا هو بذاته ما بينتهي، يعني مهما انتهى في شيء جديد حيطلع. ليش؟ لانه في كونسيومرز، في عالم عم تشتري، ما دام في عالم عم تدفع، ما دام في ماركتينج، ما دام في افيليت ماركتينج، ما دام في دروب شيبينج ماشي، ما دام في طرق. اليوم دروب شيبينج يمكن بلشت سهله، هلا شوي عم تتصعب، في عنا ستورز عم تتسكر، في عنا فيها مشاكل، لانه اي كايند اوف ماركتينج بيبدا هيك بعدين بيصير في صعوبات، بعدين بيضل في ذا بيست، يعني الافضل بيضلوا بهيدا الدومين، والافضل هن دائما العالم يلي عم يعملوا الشيء الخاص فيهم، مش اللي عم يعمل كوبي بيست ولا اللي عم يجيب برودكتس، لانه
رخيصة ويحاول يبيعها بأسعار غالية. يعني في عندك نسبة من العالم، خلينا نقول الكواليتي بيبول، هن اللي عم يبقوا بهيدا هذا الدومين. اوكي سؤال بعده، شركة بيرفلاي ستغلق؟ أكيد شركة بيرفلاي سكرت، وقلنا نحن السبب. إذا بيرجعوا الشباب لللايف حيحكينا عنها نحن أول شيء. بس CPA Networks for Beginners كمان حكينا عنهم، الليستة اللي حطها محمد باليوتيوب حتكون في منهم بيقبلوا المبتدئين، وأنا بنصح إنه الشباب يبدوا مع هول النتوركس. نفس السؤال مكرر، كيف يتم الوصول إلى $1,000؟ خلاص جاوبنا على هذا السؤال. ريل يلا كيف يمكن الحصول على عروض سي بي اي وأنت مبتدئ؟ جاوبنا على السؤال على الأوفر النتورك سي بي اي، جاوبنا عليه. أكمل قراءة ماجد، أكمل قراءة. أفضل عروض للأفليت كمبتدئ يمكن الاشتراك فيها وتحقيق ربح منها. طبعا كمان هذا السؤال في تقريبا معظم الشباب سائلينه محمد، كيف ممكن كمبتدئ لاقي عروض سي بي اي واشتغل عليها واعمل منها بروفيت. كمان هذا الشيء حكيته، حاولت اني مرقه بموضوعنا اللي تحدثنا فيه. فتحنا نحن السباين تول، فرجينا الشباب على اوفرز على السباين تول، حكينا عن النتوركس اللي عندها هذا التايب اوف اوفرز، يلي اليوم اذا نحن اخذناهم وبنينا افكارنا الخاصه وحطيناهم، بنصح كتير كتير، بنصح بعروض النيوترا بهيدا الوقت ماشي بشكل كتير حلو، وخصوصا سي او دي اوفرز. يعني بنصح كل شيء سي او دي اوفرز العالم تشتغل عليه، عشان كتير كتير عم تحقق ارباح بهيدا الوقت، وبعد السوق منه كتير في competitors حتى تنرفض الـ offers أو ما ينقبلوا الـ beginners فيها. So خلينا نكفي. كمان أنا برأيي، هلا في كتير أسئلة عن موضوع العروض والـ CPA وإذا كان مبتدئ وكذا. أنا برأيي إذا الناس تعلمت محمد، إذا كان في education مظبوط من البداية، عرفوا الطريقة المظبوطة للإعلانات، هذا انتقل من مرحلة المبتدئ. يعني ما لازم يسمي حاله مبتدئ بموضوع إعلانات أو التسويق لعروض الـ CPA. يعني اليوم نحن ما بدنا نروح عند النتوركس لأنهم أوكي نحن beginners، خلينا نتعلم، خلينا نقرأ، خلينا نعمل بيز، خلينا نعمل حتى تيست كامبين قبل ما نقدم على أوفر نحن بدنا إياه. وبناء على هذا الشيء بصير عندنا البيز اللي بتخلينا نقول انه نحن صرنا خلينا معرفه متوسطه بهذا الدومين وقادرين انه نشتغل. يعني عندنا المبادئ، اليوم انا قادر احضر لاندنج بيج، قادر اعمل كامبين، لاقي انجلز لهول الكامبينز ومشي الاد، ممكن انجح اكثر من افليت له 4 سنين بالدومين. يعني اليوم في عندك افليتس بيطلعوا بايديا لهم شهرين بالدومين بس عملوا ايديا مشيت يمكن احسن من الايديا اللي بعملها انا. فما فيك ما فينا هون نحدد نحن انه انا مبتدئ معناتها ما بيطلع لي اني اشتغل على هول اوفرز. بالعكس، الشيء الوحيد اللي بيحدد مين لازم يشتغل على هول اوفرز هو المنتاليتي اللي عندك. يعني انت عقلك قديش قادر تكون كرييتيف، يمكن انت تبلش اليوم بس تكون كرييتيف اكثر من واحد له 5 سنين. So just try it. Send traffic, optimize, and I'm sure you're gonna do it. From other marketer eyes. هذا سؤال حلو، كيف ممكن خبي البيجز تاعولتي from other marketers؟ طبعا هون بدنا نحكي في عندك you can clocking، يعني في استعمل clocking. Clocking هي مثل تكنولوجي قادرين نحن نخبي فيها landing pages عن الترافيك سورسز، خلينا نقول الموديتورز تاعوا الترافيك سورسز مثل الفيسبوك وغيرها. طبعا كنت بتمنى هيك يكون عندي وقت اكثر اشرح عن الكلوكينج، بس هحكي عنه لايك بريف المختصر. لما نعمل كلوكينج نحن اليوم الكامبين عندنا اعلان اجريسيف بدنا نحطه على الفيسبوك، بس الفيسبوك نحن عارفين انه حيرفض هذا الاعلان، هذا الاعلان مستحيل ينقبل من فيسبوك لاسباب معينه بوليسي وغيرها. بنروح بنلجا لموضوع الكلوكينج. الكلوكينج هي عباره عن سيرفيس، هالسيرفيس قادره تجمع كل الداتا سنترز تاعول الفيسبوك، من وين الفيسبوك بفوت وبيوافق على الكامبينز او بيرفضها، وبنحول الفيسبوك ادمن لبيجز هي سيف.
بينما اليوزر بعد ما ينعمل ابروف للاد، اليوزر نحن حنبعته لوين؟ على الماني بيج. خلينا نقول في عندنا سيف بيج، في عندنا ماني بيج. سو هي نحن فينا نطبقها على كل العالم. يعني اليوم انا عم بستهدف المغرب على سبيل المثال، في اعمل كلوتينج بس على المغرب. يعني مين ما بيفوت من برا المغرب او من برا حتى الديفايس اللي انا مستهدفه بالمغرب حيروح على شيء اسمه سيف بيج، بينما اليوزر المستهدف حيوصل على الماني بيج عن طريق هاي الخدمة اللي هي كلوكينج. طبعا كلوكينج ممكن تكون عن طريق رولز بالفوليوم، فينا نعمل فيهم كلوكينج، ممكن تكون عن طريق سيرفيسز ثيرد بارتي، عندك مثل نو اي بي فرود هي البيست هلا ات ذا مومنت. يعني في عندك كذا سيرفيس بروفايدر للكلوكينج، هيك ممكن تخبي العروض عن الكومبيتيتورز وعن الماركترز وعن حتى الترافيك سورس. اجرام يعني. هيك هيك اذا هو بده، اذا هو بده اول مره لفتره مع الكلوكينج، لفتره من الفترات صرت حابب انا الكامبين تاعولتي تبين، تعرف كمان ناخذ شويه ترافيك زياده بس. كواليتي ترافيك. خلينا نشوف سؤال تاني. الميزانية المطلوبة للأفليت ماركتينج، طبعا الميزانية بتحددها قديش انت عم تجرب الأوفرز. يعني انا بنصح دايما اي أوفر بدنا نجربه، لنقول اليوم عنا أوفر بيعطي باي اوت $1 يلي يعني هو بنصح فيه للمبتدئين. كل ما عالي البيع، يعني عادة الأفليت وين بيروح الماركتر؟ بيروح على الأوفرز يلي الباي اوت تعولة عالية، بيدور بيقول اوكي هذا الأوفرز بيدفع $30 خليني بلش جرب عليه بس، ولكن فعليا هو عم بيكون عم يختار عرض كتير صعب. ليه؟ لانه العرض هيدا بدك لتجرب عليه انت بدك شي $100 او $150 لتعرف اذا حيمشي معك، بلس عندك الكي بي اي فيه حتكون كتير صعبه، يعني حيكون في شروط لانك تشتغل عليه. لهيك بفضل انه المبتدئ اليوم براس مال صغير يلي هو ممكن ما يتجاوز $300 ل$500 يروح يجرب على الأوفرز تعولت الدولار والنص دولار أو $2، لأنه هول ما حيكون فيهم شروط عالية وما حيكون فيهم صعوبة إنك تجرب عليهم، بالعكس حيكونوا كتير سهلين، حيكون الليد تعولهم والفلو تعولهم كتير أسهل. So this what I prefer. Sorry. في عندك شيء أسئلة أنت محمد؟ هون في أسئلة كتير، بعد حختار منهم كم سؤال، ثلاث أو أربع أسئلة ونرجع نشوف بعض الأسئلة اللي موجودة في اللايف. يلا لحتى ننهي اللايف. أوكي، المهارات المطلوبة والأدوات اللازمة مثل ما حكينا نحن، المهارات ذكرناها أول شيء، شو لازم يكون في عندنا مهارات مطلوبة والأدوات اللي أنا بعتبرها أهمها هو التراكينج. التراكينج كتير مهم، الناس اللي مش قادرة تكون بفوليوم أي تراكينج سوفتوير تاني ممكن يفي بالغرض. نحن هدفنا من التراكينج إنه بس نجمع ديتا، لأنه الديتا هي كتير أساس بموضوع إننا ننتقل لأوفر أو ننتقل من أوفر خاسر لأوفر رابح. فهذا هو الشيء اللي لازمنا كبداية. اوكي، اخر سؤال من هون محمد، مع انه والله انا دائما بحب جاوب على كل الاسئله بس صراحه الوقت، وبرجع بقولكم شوي كنت جاي من سفر وعندي هون الساعه صارت 2:30 بعد نص ليل، فهيك شوي المعلومه شوي تعبان. مجد كان مسافر واخذ طياره اربع ساعات وساعتين اسكال، يعني 6 ساعات دخل لبنان من 4 ساعات ممكن تقريبا، وجيت لعندك بشكل مباشر. قلت لازم اكون معكم اليوم صراحه، كتير حابب انه اطلع لايف، حابب اقدم شيء هيك فاليو. ان شاء الله يكون عندنا فرصه ثانيه للايف اخر يا مجد. بس ان شاء الله حبيبي، ان شاء الله. صراحه كميه المعلومات محمد كتير كبيره، يعني كل جزء نحن اليوم عم نحكيه ممكن نتفصل فيه اكثر بكتير. فعشان هيك افضل الشركات الاعلانيه،
طبعا هون في موضوع هيك حابب احكي فيه شوي. لما نجي نحكي عن شركات الاعلان، كل شركة اعلان او كل تايب للاعلان في له مجال خاص فيه. يعني نحن لما نجي نحكي عن بوش ترافيك بتشتغل على سب تايب اوف اوفرز. لما نحكي نيتف، كمان نيتف بتاخد تايب اوف اوفرز. ما فينا نحن اليوم نجي نعلن على نيتف اد لاوفر بيدفع لنقول 0.50 سنت. بدنا نروح على بوش ترافيك لأنها هي أرخص ونمشي هذا الإعلان هناك. ما فينا نعتمد على لنقول نيتف أدز لإعلانات ممكن تكون كمان بتدفع باي أوت كتير كتير عالي، لنقول لك $100 أو أكتر. بدنا نكون مور تارجتد، بدنا نروح على مثلا اعلانات فيسبوك او جوجل لنقدر نجيب اليوزر يلي نحن بدنا اياه اكزاكتلي. لانه فكل ترافيك سورس في له سم كايند اوف خلينا نقول فيرتيكال. طبعا هذا الشيء انا مقسمه بجداول محمد بقلب الكتاب، حتى الجزء الاول الفري موجود بقلب جداول. كل ترافيك سورس شو بيشتغل مع اوفر، كل ترافيك سورس شو بتشتغل مع اوفرز. سو بنصح الشباب يلي ما قريوا الكوبي الفري يقروها. حتى نحن لل 2019 حاطين ابديت على البوك تاني يلي محمد حيختار 10 اسماء، نبعث لهم هذا الكتاب فور فري ان شاء الله بعد اللايف هو محمد حيحكي فيه. مذكور في كل شيء ترافيك سورسز ومع شو بتشتغل مع اي تايب اوف اوفرز. سؤال بالنسبه جربت ماجد التارجتنج في الطابونه؟ تارجتينج نحن عادة لقلك هلأ تابولا جربنا في تارجتينج أكيد، بس جربناه على like range قليل، لأنه mainly نحن الكامبينز تاعولتنا بتستهدف الميدل إيست محمد. وللميدل إيست صراحة كنا mainly عم تروح البادجت تاعولنا على 3 traffic sources يلي هن جوجل، فيسبوك and انجاجيا. خو ثلاثة ترافيك سورسز كان مين تارجتينج تاعنا عم بيروح عليهم. بس ان جنرال التارجتينج على نيتف ادز از سيم. عندنا اي دي، ويدجت اي دي، عندنا البراوزرز تكنولوجي تاعولتهم، الاوبريتنج سيستم. خو نحن دائما نتبعهم بالتارجتينج اللي قلنا. بنشوف الكلاينتس تاعنا من وين they are converting the most وبنبلش فلترينج على based on that. ناخذ اسئله من اللايف بسرعه، بعض الاسئله يعني حتى لا اكثر. يلا اللي عنده سؤال يكتب الان السؤال. راح اخذ اربع اسئله مو اكثر، لانه ماجد لازم يروح ينام. مره ثانيه ان شاء الله نجيبه يكون صحصح ومسافر حبيب. والله شكرا ماجد، عارف انك كنت مسافر ومعدم، ورغم ذلك مباشر من طائره للكمبيوتر مش سهل. 6 ساعات سفر و4 في الجو. أنا سعيد صراحة، سعيد كتير إني موجود معكم حقيقة محمد، وبتمنى يعني لو فينا نضل مع بعض هيك نسهر للصبح صراحة. مرة تانية إن شاء الله بنسهر للصبح، ما في مشكلة. إن شاء الله. أنت بس نام كويس بالنهار. So does volume is necessary for beginners? Is it possible to use Google Analytics instead of volume? I don't prefer صراحة، لأنه جوجل في عندهم كتير جاب بالترافيك. يعني اليوم بتفوت أنت 100,000، جوجل بيحسب لك 70. ف I don't know، I don't prefer Google Analytics للبيجينرز. ممكن حل بديل يكون أرخص، تجربوا كليك ماجيك وعنده الشركة قنوية حدود. صراحة يعني أنا بحكي على الشغلات اللي مجربة. ممكن CPV Lab يكون أرخص option للشباب اللي بدأ تبلش حاليا. I think خلاص جربوا CPV Lab. أوكي. خليني بدك بعت لك الويب سايت اللي له محمد إذا حابب. CPV Lab أوكي بحطه، أنا بحسبه CPV Lab. أوكي. .pro. بعتقد صار عندهم هن كلاود، وفي عندهم هوستد وان، فيهم هن ياخذوا الهوستد يحطوه عندهم ويجربوا عليه قد ما بدهم كامبينز. اوكي ممتاز. dpvlab.pro. So what's the best source traffic for cash on delivery offers? Cash on delivery as I told you في عندنا الناتيف اللي هو هلا ماشي like very good.
نيتف تاولت جوجل و some countries Snapchat is doing really 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 well. أوكي. هل يمكن دمج موقع مقالات نستخدم فيه الفانلز ونعيد توجيههم لمتجر إلكتروني خاص تستخدم فيه دروب شيبينج؟ ليش لا؟ أصلا هذه من أفضل الطرق المستعملة حاليا عند المواقع اللي تعتمد الأربيتريج وال صح صح أكيد أكيد يعني funnels is used إذا هو ميحكي عن content marketing كمان is used SEO marketing as you know كله هيدا possible options مثل ما عم أقول لك اليوم كل marketer بلاقي his own way كل marketer بلاقي طريقته بالتسويق اليوم عندك هذا الإنسان مبدع بال search engine optimization he will go for free traffic حيعمل منها income هيدا الشاطر بالاعلانات مثلا وتركيب الصور مع التكست حيروح native ads هيدا الانسان الشاطر باللاندنج بيجز حيروح push traffic so كل انسان وين بيلاقي حاله مبدع اكثر he gonna make it exactly خلاص شكرا لايف مفيد ممكن تقوم بدورات تدريبيه او كورس اونلاين وبسعر معقول هو ماجد عنده كتاب في الحقيقه هو الكتاب المطبوع راح نعطي منه 10 نسخ بعد ما نخلص اللايف راح اكتب بوست عندي في البروفايل فيسبوك واي واحد عنده رغبه في الحصول على الكتاب يكتب تعليق وبعدين راح نعمل يعني سحب عشوائي ممكن نعمله فيديو وحط اسماء العشرة وبعتهم الماجد وهو راح يتواصل مع الفائزين ماجد الكتاب موجود على الامازون موجود لو الناس تريد تشتريه صراحة أمازون بعد ما نزلنا حتى advertising مثل ما قلت لك نحن ما عملنا لهيدا البوك كنت بس عم وزعه بس على my followers على الناس القريبة مني يعني مثل ما قلت لك هدفه بالمبدأ ما بدنا نعمل منه profit we just need to give an value للناس اللي عم تقرأ هيدا الكتاب للناس اللي عم تستفيد منه courses at the moment ما عم فكر أعمل أي course but على my Instagram محمد I'm sharing قد ما في عم شارك معلومات حط so أي حدا حابب يتعلم ممكن على Instagram يضل إذا he needs to follow and get more information every day بالنسبة للبوك as محمد said نحن حيعطي محمد 10 نسخ وحيختارهم حيقلكن عنهم وبتمنى عن جد أني أقدر قد ما في يعني أي شخص مش قادر يحصل على الكتاب بس يحكيني برايفت وبحاول قد ما في ابعت له نسخه من الكتاب في حال كان قريب ان شاء الله ان شاء الله بالنسبه ل نو بيرسونال كوتشينج حتى الكوتشينج ما في كوتشينج اعتقد لانه ما عندك at the moment no هلا بهالفتره لا للاسف بس قد ما في شارك معكم معلومات for free I will do it صراحة لأنه هذا الشيء بالنسبة لي passion أي إنسان بعلمه شيء بينفعه هذا الشيء بيخليني أنا مبسوط بيخليني أنا مرتاح ما عندي أهداف مادية من وراء التعليم so قد ما في شارك معلومات free مع كل الناس يلي حوالي I will do it وإن شاء الله بالفترة اللي جاية بكون موجود معكم أكثر نكون قادرين نتواجد أكثر ونشارك قد ما فينا معلومات ونساعد ماجد ما تنسى تحط البروفايل الانستغرام تاعك حتى الإخوة يوجدوا بسرعة ناخذ سؤال آخر بسرعة بالنسبة للأخ اللي بيسأل على لحظة فين السؤال نزلت بسرعة يعني أنا ححاول في شغلة محمد سوري ححاول الأسئلة اللي ما جاوبنا عنها باللايف كمان حطها عندي على الإنستغرام صورها ونزل أجوبتها تنقدر أنه عن جد أنا مثل ما قلت لك ما بحب يكون في سؤال ما جاوب عليه فححاول حطهم كلهم عندي على الإنستغرام وجاوب عليهم الشيء اللي ما لحقنا نجاوب عنه اليوم إن شاء الله خلاص حط لي الإنستغرام ماجد في كومنت في اللايف اوكي هلا شوي يلا هيا نحط احط لكم ابعثوا لي في الواتساب لحطه في الديسكريبشن اوكي حبيبي ما في مشكله بعت لك يا سكايب على سكايب و تمام وصلني بالسكايب لحظه اوكي وهي انا حطيته بالكومنتس للشباب أنا إن شاء الله كل الأسئلة برجع كل الأسئلة إن شاء الله ما جاوبت عليها باللايف حصورها حنزلها عندي على البروفايل حجاوب عليها كلها
إن شاء الله. وأنا كما وعدتكم غادي نحط رابط فيه أكثر من 200 أو أكثر من لاندينغ بيجز تجميع أدبلكسيتي، هم اللي جمعوها وكانوا يبيعوها على الموقع بوان دولار في الأسبوع اللي فات، فأنا اشتريتها مع أنه ما عندي بها يعني صالح، بس اشتريتها وراح أحطها في الديسكريبشن للإخوة اللي مهتمين. ممكن يستعملوا اللاندينغ بيج يعني بروفيشنال لاندينغ بيجز مجمعة من طرف أدبلكسيتي، وأنتوا عارفين أدبلكسيتي very good شغلهم. وقد ما فينا محمد نقدم معلومات أو نقدم أي information، I'm always ready، وإن شاء الله بنكون بلايف تاني بنحكي عنه more details عن الشغلات اللي ذكرناها، عشان عن جد يعني كل واحدة فيهم محمد بدأ كتير، يعني بدأ كتير شرح وبدأ عادات مثل ما بيقولوا طويلة كتير، بس بتمنى نكون قدرنا نقدم ولو فايدة صغيرة شوي للناس اللي عم تتابعنا. وكتير كتير انبسطت اني كنت معكم اليوم صراحة. انا مبسوطين كمان انك كنت معنا، وشكرا كتير حبيب. مجد، ان شاء الله يكون لنا لقاء تاني ويكون عندنا وقت اكثر لنتكلم يعني بأريحية أكثر، وما يكون فيه نوم ما يكونش فيك نعاس. إن شاء الله إن شاء الله. والله عم بحكي معك بلشت تشوف السكرين تو صراحة. خلاص ماجد رحت نعست غدا إن شاء الله ونتكلم معك. تصبح على خير وشكرا. شكرا جزيلا حبيبي. بارك الله فيك حبيبي. تلاقي ألف خير و good night. Good night everybody. Bye. بسميتكم نشكر ماجد اللايف على الوقت اللي عطانا، والله العظيم الا السيد راه مسخسخ بالدارجه ديالنا، راه مسخسخ مباشره من الطائره، وكان دار اسكال جوج سوايع في الامارات عاد باش ندخل لبنان، وتواصلت معاه لقيتو كونيكتي لان كان عطاني الكلمه. برافو على ماجد، زعما راح حاول انه يعطيكم، ما بغيناش نتكلموا لغه الخشب ومعلومات يعني هكا غير معلومات، لان داكشي عارفين فين تلقاو الا بغيتوا كلام فارغ وكلام كثير، والاحلام غادي تلقاوها في انترنت كيف تربح 500,000 دولار في 16 يوم، مش هذا هو الاوبجيكتيف ديالنا. نتمنى انه ماجد كان مفيد لكم ان شاء الله، ونحاول ان شاء الله مره اخرى نجيبوه في لايف اخر باش نتكلموا على امور اخرى، لان تبارك الله انسان عارف مزيان الدومين، سيت ان اكسبير في الدومين. حاولوا انكم تبداو بشويه بالعقل، مازال كاينين معلومات كثيره اللي غادي تحتاجوها. شوفوا الكتاب ديالو الاول ديال ماجد عطوي، ابحثوا في جوجل غادي تلقاوه، راه منتشر بزاف ماشي شي حاجه اللي بريفي. دخلوا قلبوا في جوجل الكتاب ماجد عطوي غادي تلقاوه، سي بي اف في حروف ولا في مابقاش عاقل مشات لي السميه، عاد ولا مش تراجم، قراوه غادي يفيدكم بزاف باش تبداو. والكتاب الثاني ان شاء الله كما قلت غادي ندير بوست عندي في البروفيل ديالي، غادي نديرو اليوم وغادي نخليه مده يومين، لان كاين الناس اللي باقي ما شافوش اللايف باش نعطيهم الفرصه حتى هما يدخلوا ويقدروا حتى هما يشاركوا في السحب. غادي نخلي البوست، المهم غادي نحدد المده شحال غادي يبقى، فقط كتبوا كومونتير وانا غادي ناخذ من بعد ندير سحب عشوائي على 10 ديال الناس باش كلشي الناس يكون عندهم نفس الحظوظ باش يربحوا، وبلا ما تعاودوا ديروا اكثر من كومونتير، شاركوا مره واحده صافي، تشاركوا مرة واحدة. بارك الله فيك ماجد، شكرا شكرا لك وتصبح على خير. تمام في سطور، تمام سي بي اي في سطور، امر من الاخوه كتبوه، اللي عنده الرابط يقدر يحطو. بون اخر مشكل انه اللايف من غادي نبقى مسجل ما غاديش يبقاو التعليقات، ولكن ماشي اشكال، في سطور غادي تلقاوه موجود في انترنت منتشر كثير، يعني ماشي شي حاجه اللي سريه. نتمنى انه كانت الحلقه مفيده، وانا بصراحه استفدت بزاف من ماجد، لانه انسان تبارك الله مثقف، ملي كتكلم مع واحد اكسبير ماشي بحال كتكلم مع شي واحد اللي كيعطيك النظره. بارك الله فيكم، شكرا، سعيد جدا لانه كان معنا ماجد، نتمنى ان شاء الله يكون معنا في حلقه اخرى. تبارك الله عليكم شباب، تصبحوا على خير، الله يعاونكم.